السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكل مشاهدي قناة النهار، حلقة جديدة من نمبر 1 معاكم، ولمدة ساعتين علشان نتكلم عن الكواليس، نتكلم عن الأخبار، نتكلم عن يعني آخر يوم أو آخر ساعة تقريبا في الترانسفير ويندو أو موسم الانتقالات الصيفية اللي هو المفروض يكون قبل بداية الموسم، يعني صيفية علشان خاطر الموسم بيبدأ في الصيف، فيعني الترانسفير ويندو أو موسم التنقلات الصيفية بيكون قبليه على طول، ولكن شهر 12 هو طبعا شتوي، ولكن بسبب الكورونا خلت الدنيا كلها متشقلبة يعني. فخليني يعني نتكلم مع حضراتكم طبعا بعد الأخبار وفقرة الأخبار، معانا يعني حلقة قوية جدا زي ما حضراتكم متعودين، ضيف العزيز اللي دايما بيكون مشرفني منورني الكابتن هيثم عرابي، علشان نتكلم في كل الملفات، وأكيد طبعا نتكلم عن تجربة نادي بالأس، لعبوا أول مباراة امبارح في دوري الدرجة الثالثة، يمكن اتعادلوا، لكن هنتكلم معاه بقى عن الأسباب وعن المشوار اللي قدامه إن شاء الله، مشوار طويل نحتفل معاه بنهاية الموسم بصعود نادي بالأس لدوري الدرجة الثانية، وكمان هنتكلم بقى عن موضوع أحمد الشيخ. ما ننساش إن الكابتن هيثم عرابي أول واحد تعاقد مع أحمد الشيخ وجابه من المقصة إلى النادي الأهلي. لكن قبل ما نروح بقى للكابتن هيثم عرابي علشان نروح للملفات اللي حضراتكم متعودين عليها منه، نروح طيب ماشي، خلينا ناخد تليفون مهم جدا مع الأستاذ يعني الصديق العزيز والراجل المحترم اللي أنا بعتز بيه جدا جدا، الأستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري. يا فندم برحب بحضرتك. عمر الكابتن عمر، ازي حضرتك؟ ازيك يا فندم، ازي حضرتك، كله تمام حبيبي؟ منور وموفق ومتعلق دايما، ربنا يخلي حضرتك. طبعا يا فندم يعني ببارك لحضرتك على الصفقات المميزه، ببارك لحضرتك على التعاقد مع كابتن حسام وكابتن ابراهيم، واعتقد ان نادي الاتحاد زي ما حضرتك معودنا دايما ان شاء الله يعني السنه الجايه بقى يبقى في المربع الذهبي زي ما حضرتك كنت تامل وتطمح في الموسم الماضي، ولكن ما حصلش نصيب يعني يا فندم. والله الحمد لله، يعني الحمد لله على كل حال الواحد بيسعى ونحاول ان احنا نشوف نخدم نادي الاتحاد بطريقه تليق باسم نادي الاتحاد وتاريخه. طبعا يا فندم بنعمل اللي علينا وزياده، رغم المنافسه الغير طبيعيه اللي موجوده. طبعا حضرتك يعني متابع جيد لكل الاخبار الرياضيه، صعب ان التنافس انديه زي الاهلي والزمالك وبيراميدز وانديه سيراميكا والبنك الاهلي ومؤديه المؤسسات. فانا يعني انا اقول لك حاجه بامانه عمر، يعني وريت الناس كلها تسمعنا فيها، صعب بعد كده الانديه الشعبيه زي المصري والاتحاد الاسماعيلي ان هم ينافسوا في المرحله اللي جايه. الموضوع ما بقاش سهل، الموضوع بقى صعب جدا، وكل سنه يزيد الصعوبه اكتر. صحيح. ولكن الحمد لله يعني فضل عند ربنا لغايه دلوقتي احنا شايفين نادي الاتحاد خلال 3 سنين اللي فاتت في شكل مختلف، ايمج النادي اتغير، الحمد لله في ثقه عند الناس واللعيبه انها تيجي وتساعد نادي الاتحاد وتحاول انها تبقى متواجده جوه النادي. لعيبه كتيره جدا الحمد لله انها بتبقى عاوزه تلعب في منظومه قويه محترمه جماهيريه غير عاديه، جهاز فني طبعا يعني قوي جدا الكابتن حسام والكابتن ابراهيم، فانا عاملين حاله كبيره جوه النادي. اتمنى ان شاء الله ان احنا نعمل موسم طيب، وزي ما حضرتك شفت يعني ناس كتير اثنت على مباراه نادي الاتحاد مع مواليد العرب في دور الثمانيه في كاس مصر، وبعد كده في مباراته سيمي فاينل مع النادي الاهلي، يعني كنا قريبين جدا ان احنا نعمل نتيجه طيبه، ولكن في الاخر الحمد لله يعني انا راضي كل الرضا عن المستوى اللعيبه فيه. يعني قابلنا سوء حظ، قابلنا بعض يعني انا وجهه نظري بعض الظلم لفريق نادي الاتحاد التحكيمي، ولكن في الاخر الحمد لله نتيجه يعني كانت مش مرضيه بالنسبه لنا، ولكن اداء كان طيب جدا جدا، واثنى عليه كل الناس حتى الاهلاويه، حتى الكابتن محمود الخطيب كان متواجد معايا في المقصوره كان بيتكلم معانا وهم اعضاء مجلس اداره بما فيهم حتى احنا كجميع نادي الاتحاد، ولكن حاسس ان بعض يعني الغضاضه شويه في موضوع التحكيم، ولكن في الاخر خلاص يعني انا يعني بنحاول ان احنا نضغط ونحاول ان احنا نقول ونحاول ان احنا يعني نوري للناس كلها ان مستوى التحكيم حتى لو في بعض المباريات ما تبقاش مقصوده، ولكن لما تلاقي بهذا الشكل يعني خلاص يعني بنقول يا رب بس ان الناس تتعلم، ونقول ان شاء الله الموسم اللي جاي نادي الاتحاد يعني ما يخسرش ماتشات بسبب اخطاء تحكيميه. واحنا كنا الحمد لله كابتن عمر كنا بنقول يعني الحمد لله ان موجود الفار، فالفار ده هيساعد كتير جدا، ولكن انا مش شايف ان الفار عباره عن مكان بس موجود بره،
اتمنى الناس تستعمله يعني. ان شاء الله يا فندم. يمكن يا فندم عايز اسال حضرتك يعني انا عارف ان علاقه حضرتك بكل الانديه المصريه رؤساء ولاعيبه واجهزه فنيه علاقه طيبه جدا، ولكن يعني كان في كلام على اليو باجيو، انا عارف ان حضراتكم كنتم محتاجين او بتدوروا على راس حربه مع اللعيبه اللي موجوده في الوقت الحالي عند حضراتكم، ولكن ايه سر عدم الاتفاق مع النادي الاهلي على ضم اليو باجيو؟ هل النادي ولا اللاعب يا فندم؟ لا هو دي كانت فكره مطروحه يعني. الفكره مطروحه من النادي الاهلي لما عرفنا ان هو يعني ممكن يكون يتواجد مع نادي الاتحاد. ولكن بامانه يعني عشان اقول كلمه حق، المستوى الفني الباتشي ما شجعناش قوي ان احنا يعني نكمل ونخوض في الموضوع يعني. ودي على كده النادي الاهلي يعني انا بتهيألي مشاهم ما حطوش في القائمه نفسها. النادي الاهلي ليه ستايل معين وليه كواليتي معين من اللعيبه، اكيد لما النادي الاهلي يفكر ان هو يكون بره القائمه خالص اكيد دي رؤيه فنيه موجوده وواضحه في لجنه الكوره ولجنه التخطيط في النادي الاهلي. هو مين اللي عرضه يا فندم؟ حضرتك اللي طلبته ولا الاهلي اللي عرض على حضرتك؟ بص يا كابتن عمر، انت حضرتك جوه المجال قوي فانت عارف الموضوع يعني، يعني مش محتاج مين اللي عرض مين، ولكن في الاخر الموضوع طرح، فكره طرحت، ولكن انا شايف ان الموضوع خلاص موضوعه خلص يعني. النهارده ولا موجود في الاهلي ولا موجود في الاتحاد ولا موجود في مصر خالص، فالموضوع ده بعيد خلاص يعني. طيب هل يا فندم الساعات اللي جايه ممكن تشهد مثلا اسم احمد الشيخ في نادي الاتحاد السكندري يا فندم بعد ما اللاعب يمكن حصل تعثر في المفاوضات بينه وبين نادي الزمالك؟ لا يعني اللي انا اعرفه وانا حضرتك يعني بتكلم حضرتك دلوقتي، اللي انا اعرفه ان احمد الشيخ في نادي سيراميكا يعني. احمد الشيخ في نادي السيراميكا، ده اللي انا عارفه يعني. ما اعرفش ده بيراميدز سيراميكا ولا بيراميدز يا فندم؟ لا بيراميدز. لا لا في تعثر كمان في بيراميدز، واعتقد ان يعني الموضوع ممكن يخش فيه سيراميكا فندم يعني، لسه مش عارفين. طيب بص يا كابتن عمر. نعم يا فندم. المسميات ما بقتش يعني هي الفيصل يعني. صح يعني بيراميدز سيراميكا الموضوع يعني هي مساله واحد. طيب يعني امير عادل يا فندم، هل في كلام على انه يكون في صفوف نادي الاتحاد؟ على فكره انا كنت في نادي الاتحاد دلوقتي من شويه، كان في مباراه يعني وديه بين نادي الاتحاد وفريق الاشبال عندنا في النادي، فريق الشباب، وكان واتفتح الموضوع يعني مع الكابتن ابراهيم والكابتن حسام، ولكن اقول لحضرتك بكل امانه الوقت ضيق جدا يعني. واحنا القايمه عندنا خلاص اتقفلت يعني، كان ممكن يحصل نوع من الاستبدال لو كان الكلام ده مثلا الصبح ولا حاجه، ولكن انت بتكلمني حضرتك الكلام تم منه او اتعرض علينا الساعه 10 بالليل. فمفيش وقت خالص. صعب يعني، صعب جدا يعني. تمام. انا فاضل ساعه يعني. تمام يا فندم، انا بشكر حضرتك يا فندم واتمنى لك التوفيق يا رب والنجاح، والنادي الاتحاد يعود يعني ان شاء الله الى بطولات افريقيا مره ثانيه في عهد حضرتك ومع الكابتن حسام حسن وابراهيم حسن، وبكده يكون قفلنا مع حضراتكم ملف نادي الاتحاد السكندري الخاص بالثلاث اسماء او الثلاث لعيبه اللي احنا قلناهم لحضراتكم، اليو باجي، احمد الشيخ، امير عادل. خليني بقى نروح مع حضراتكم لبعض الاخبار الخاصه بنمبر 1 قبل ما نروح للكابتن هيثم عرابي. مبدئيا امير عادل، طيب ايه اللي حصل في صفقة امير عادل؟ ايه اللي تم؟ يعني قلنا لحضراتكم الاسبوع الماضي لو حضراتكم تفتكروا ان في بند في العقد بيقول ان في حالة عدم الاقتناع بامير عادل فنيا يتم فسخ التعاقد من قبل ومن جهة نادي الزمالك، ولكن الخبر اللي موجود قدام حضراتكم 175,000 دولار سر فشل صفقة امير عادل مع الزمالك. هقول لحضراتكم كده القصة سريعا سريعا عشان حضراتكم يكون عندكم النقاط. اولا امير عادل اتفق مع نادي الزمالك في الموسم يتقاضى 350,000 دولار في الموسم الواحد. امير عادل عنده حاجتين مهمين جدا يعني كانوا مرجحين كفته مع نادي الزمالك، ان هو معاه جنسيه مصريه وبالتالي مش هياخد مكان اي لاعب اجنبي، الحاجه الثانيه ان هو لاعب فري ترانسفير فالزمالك مش هيدفع فيه اي فلوس للنادي اللي كان بيلعب فيه، وبالتالي الحاجتين دول هم اللي كانوا مرجحين كفت امير عادل في الزمالك. اللي حصل ان امير اتفق هو ويحيى علي وكيله ان هو ياخد 50% مقدم تعاقد 175,000 دولار. اللاعب وقع في حضور الكابتن عبد الحليم علي، ولكن التوقيع كان معلق لسببين. السبب الفني ان باتشيكو كان هيرجع فنيا لاحد الاصدقاء اللي مرانوا امير، وبالتالي باتشيكو لم يقتنع أو صديقه قال له ان امكانيات امير عادل امكانيات لاعب عادي، ففنيا باتشيكو لم يقتنع فبلغ الاداره ان هو فنيا مش محتاجه. الحاجه الثانيه ان يحيى علي اتفاجئ ان مفيش القيمه الماليه اللي هم اتفقوا عليها مع نادي الزمالك اللي هم 175,000 دولار، يعني لا في فلوس ولا في اقتناع فني.
فيعني فأمير عادل تم تبليغه أنه هو خلاص مش هيبقى موجود مع نادي الزمالك، وتم تسليم يحيى علي الأربع نسخ العقد اللي اللاعب مضى عليه، وبكده اللاعب خلاص هيكون خارج الدوري المصري، هيرجع مرة تانية للدنمارك علشان يستنى الشهر واحد اللي جاي ويلحق بأحد الأندية، سواء بقى في الدنمارك، في السويد، في النرويج، في منطقة الاسكندنافيا، واللي هو كمان عمل فيها يعني لعب فيها وعمل هيستوري كويس أو عمل تاريخ فيها كويس. طيب خلينا نروح لتليفون مهم جدا مع الزميل العزيز والصديق العزيز الأستاذ علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي. يا فندم برحب بحضرتك. ربنا يكرمك يا رب يا كابتن عمر، وحقيقة أنا بهنيك على تغطيتك النهارده في راديو مصر عن انتقال أحمد الشيخ. حقيقة أنت عملت يعني اللي بيطلق عليه ريبورتاج مسموع بطريقة جميلة جدا، فأنا حقيقة بحييك إن أنت فعلا أبدعت النهارده فيه. ربنا يخلي حضرتك، ده يعني إشارة حضرتك ده على دماغي، يعني راجل في المهنة ومتألق ويكون كمان يقول عليا كده، فبشكر حضرتك جدا والله. لا أنت عملتها بطريقة جميلة جدا وجبت الحقيقة وجبت كل الأطراف، فكانت فعلا بهنيك عليها. ربنا يخلي حضرتك. يمكن خلاص ناقص ساعة ونادي الاسماعيلي او المصر كلها خلاص الترانسفير ويندو يقفل، وبالتالي عايزين نطمن جمهور الاسماعيلي على اخر الصفقات اللي حضراتكم تمتوها، عشان بعد كده عايز اسال حضرتك على موضوع ابراهيم حسن وموضوع نادي النجوم ده سريعا يعني لو في وقت. طبعا اولا انا بشكرك وبشكر اهتمام حضرتك وبطمن جماهير النادي الاسماعيلي، كانت قلقانه جدا جدا النهارده، مش عايز اقول لك كم المكالمات وكم الاستفسارات، وده بيثبت ان جماهير الاسماعيلي العاشقه لفريقها فعلا من افضل الجماهير على الاطلاق، انهم فعلا بيحبوا فريقهم. احب اطمن حضرتك مروان صحراوي لاعب ميدز الفرنسي الصفاقسي التونسي اصبح لاعب للنادي الاسماعيلي، وده بيكمل جزء مهم جدا في دفاع النادي الاسماعيلي، وكنا فعلا محتاجين نوعيه مثل هذا اللاعب. ايضا محمد صبحي ابن الاسماعيلي وحارس للنادي الاسماعيلي لبى النداء واصبح ايضا حارس مرمى النادي الاسماعيلي. كده احنا كملنا سبع صفقات، اقولهم بسرعه: اري بابل لاعب منتخب انجولا، احمد مصطفى ايضا، مروان شريفي اللاعب الدولي الجزائري، مروان صحراوي اللاعب التونسي، ايضا كملنا من خلال محمد صبحي حارس مرمى، هو ما يعني من الناس اللي رائعين كابتن للنادي الاسماعيلي. كده سبع صفقات، وفي اللجنه الفنيه اوصت بان شكري نجيب لا تتم اعارته مره ثانيه، وبالتالي انا بعتبره الصفقه الثامنه لتدعيم هجوم الاسماعيلي. يعني شكري نجيب قوه لا يستهان بها. كده احنا نقدر نقول ثمان صفقات نقدر نقول انها صفقات جيده هتدي الفارق للاسماعيلي، وزي ما وعدنا في البدايه وانا قلت وركزت قوي على تثبيت جهاز فني، ده حصل بالفعل من خلال مستر ريكاردو. النقطة الثانية عدم الاستغناء عن أعمدة الفريق الرئيسية وعدم الدخول بهم في الصفقات التبادلية، وده تم بالفعل. النقطة الثالثة والأهم تدعيم الفريق، احنا بنقول ثمان صفقات، بقى التوفيق دلوقتي بإذن الله طبعا في إيد ربنا، نتمنى بقى الجهاز الفني يستطيع إن هو يحقق طموحات الجماهير في الفترة القادمة بإذن الله. طيب موضوع يا فندم إبراهيم حسن والغرامة اللي مفروضة على نادي الإسماعيلي، هل في أي جديد يعني بالنسبة لحضراتكم مثلا مع نادي النجوم مع الأستاذ محمد طويلة، ولا الموضوع بقى خلاص غرامة هيتم دفعها والموضوع يخلص؟ يعني هو الموضوع يعني ما زال في المحكمة الرياضية، ان احنا مقدمين طعنين مش هو امبارح كان معايا الاستاذ محمد طويل، عشان بس اقول لحضرتك اللي حصل عشان برضه يبقى الكلام حضرتك عارف، هو امبارح كان معايا في مداخلة وقال ان انا حصلت على حكم نهائي من المحكمة الفيدرالية، بس انا بني لحضرتك وجهة النظر فقط. احنا ان كان بداية اول درجة من درجات التقاضي في هذه القضية كان في مركز التسوية والمنازعات التابع للاتحاد الدولي. صحيح. وبالتالي الحكم بعد ما صدر من الفيدرالية احنا قدمنا طعن، وقدمنا طعن تاني في مركز التسوية والمنازعات. مش دي القضية، يعني هي القضية ان في خلاف ما بين الناديين وخلاف في وجهات نظر. الاسماعيلي له اسانيده وطبعا نادي المستقبل له اسانيده. اتمنى حل هذا الخلاف الفتره المقبله باذن الله، وما ياثرش على علاقه النادي الاسماعيلي باي نادي. صحيح. واحنا برضو بنقول احنا بنفتح دراعنا للجميع وبنقول ممكن كل الامور تتساوى. نتمنى يا رب التوفيق، ونتمنى احنا بنحافظ على حقوقنا، النادي الاسماعيلي بيحافظ على حقوقه وعلى حقوقه الماديه. احنا شايفين ان احنا وجهه نظرنا بس مش هنناقشها منظوره في القضاء، ولكن اتمنى ان الفتره القادمه بعد ما نشوف مركز التسويه والمنازعات هيقول ايه، نتمنى حل الموضوع في اطار العلاقه اللي بتجمع ما بين الناديين. طيب هل من اقترح على حضراتكم يعني التعاقد مع امير عادل احمد الشيخ اليو باجيك؟ لسه في بعض الكلام على نادي الاسماعيلي او اطرح عليكم الفتره الاخيره ولا؟
يعني اقول لحضرتك في وكلاء لاعبين طرحوا اسماء كتيره منهم هذه الاسماء، ولكن في النهايه كان لجنه التعاقدات هي صاحبه الامر الاول والاخير في مين اللي تم التعاقد معاه. اقول لحضرتك يعني احنا تعاقدنا واحنا بنقول 8 صفقات حتى الان وخلاص، والباب القيد بعد قليل هيغلق، ولكن كان هناك ايضا صفقات اخرى للاسف لم تكتمل في اللحظات الاخيره لاسباب كثيره انا هوضحها وهشرحها عشان الناس تبقى عارفه بالظبط مين كان جاي وليه الصفقه تعثرت، الخطا كان عند مين. ولكن في النهايه انا بقول خلاص احنا بنشد سطر جديد وبنقول بنفتح صفحه تانية جديده بلاعبين. اولا احنا كنا ضمينا واحنا بنقول 8 باعتبار شكر نجيب صفقه من الصفقات. انا بقول ان الاسماعيلي بيمتلك ما زال بيمتلك افضل اللاعبين الموجودين، ولما قلنا ان في نقص في بعض المراكز مش معنى كده اللي احنا بنقول ان اللاعبين دول ما اثروا او اللاعبين دول اقل من مستوى النادي الاسماعيلي، لا اللاعبين دول كبار جدا، ولكن كان في ظروف العوده بعد كورونا سببت مشاكل كثيره. انا برضو بحب اشكر كل اللعيبه اللي سابوا الاسماعيلي او راحوا في اي مكان ثاني، انا بقول لهم اتمنى لكم التوفيق، بنشكركم شكرا جزيلا على الفتره اللي قضيتوها في النادي الاسماعيلي، انتم فعلا كنتم رائعين، ولكن الظروف ما خدمتش انكم تطلعوا احسن ما عندكم. في النهايه بقول ان الثمان صفقات مع قوام الفريق الاساسي مع الناشئين اللي هيبقى لهم في الموسم ده باذن الله هيبقى لهم يعني صولات وجولات والناس كلها هتشوف. مستر ريكاردو قال في بعض اللاعبين في الاسماعيلي يعني افضل من لاعبين كان الاسماعيلي بيتفاوض معاهم، وهو قال ان كان عندهم مشاكل هو بيعالج هذه المشاكل، عشان كده بقول حضرتك جهاز فني قدير يقدر بالفعل ان شاء الله يحقق طموحات النادي الاسماعيلي. واحنا يا فندم كمان بنضم صوتنا لصوت حضرتك ونتمنى الاسماعيلي يعود زي ما كان معودنا دايما في السابق، والبرازيل مصر ما ينفعش ابدا نستغنى عنهم في التالق وفي الامتاع اللي بيمتعونا بيه يا فندم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ علاء وحيد المتحدث الاعلامي لمجلس اداره نادي الاسماعيلي. طيب هكمل مع حضراتكم الاخبار وهكمل معاكم الاخبار الخاصه بينا ونروح لخبر مهم خاص من نادي الزمالك. الكابتن عبد الحليم علي يتقدم باستقالته من منصب مدير الكوره بنادي الزمالك. كابتن عبد الحليم علي في الفترة الأخيرة يمكن صفقة أمير عادل آخر الصفقات اللي كان مخلصها هو واللي كان تم الإعلان في وجوده هو، يمكن بعد ما الراجل اتعاقد اتفاجئ إن مجلس الإدارة واتفاجئ إن لجنة الكورة مش موافقين مع باتشيكو على ضم اللاعب أمير عادل. الكابتن عبد الحليم يمكن فضل إن هو ينسحب بهدوء بسبب طبعا يعني عايز أقول إن تهميش بعض الأدوار اللي كابتن عبد الحليم بيعملها، واحد من نجوم الزمالك واحد من نجوم مصر، وبالتالي قال لو أنا هبقى موجود لازم الدور بتاعي يكون فعال، لازم أنا راجل مدير كورة فأنا لما باخد بعض القرارات أو بقول بعض الآراء الفنية لازم يتاخد بيها، لكن أنا ما ينفعش أن أنا أخد قرار أو أتعاقد مع لاعب أو أكون سبب أن أنا أجيب لاعب لنادي الزمالك وبعد كده ألاقي أن اللجنة الفنية بتقول لا أو في بعض القرارات المتضاربة داخل اللجنة الفنية لنادي الزمالك. كابتن عبد الحليم علي قيمة كبيرة بالنسبة لجمهور نادي الزمالك، وبالتالي ما ينفعش أبدا واحد بحجم الكابتن عبد الحليم علي يبقى موجود ويحصل بعض الاختلافات، فالهجوم أو الكلام اللي هيظهر على السوشيال ميديا هيكون ضد الكابتن عبد الحليم علي. فالكابتن عبد الحليم أخذها من قصرها واستقال من منصب مدير الكورة بنادي الزمالك. كابتن عبد الحليم بتمنى له التوفيق بشكل عام، واحد من النجوم المهذبة المحترمة الخلوقة. طيب من الزمالك للأهلي، نادي الأهلي خلاص بيفعل عقد موسيماني بعد الفوز ببطولة أفريقيا. موسيماني لما تعاقد مع النادي الأهلي يمكن كان في بند في عقده بيقول في حالة عدم الحصول على بطولة أفريقيا من حق النادي الأهلي إذا أراد فسخ التعاقد فمن حق النادي الأهلي أنه يفسخه بدون أي شروط جزائية. موسيماني تقبل الشرط وموسيماني تقبل المهمة والتحدي وحقق لقب دوري أبطال أفريقيا وبعديها بأسبوع حقق لقب بطولة كاس مصر، وبالتالي الأهلي بيفعل عقد موسيماني لمدة موسمين علشان يكون مديرا فنيا يستحق للنادي الأهلي لكرة القدم. كل التوفيق لموسيماني اللي يعني على مشارف تتويج ثالث في السوبر الأفريقي أمام فريق نهضة بركان. أخيرا نادي بيراميدز أيضا خبر خاص بينا، كابتن هاني سعيد بيطلب تغيير منصبه في بيراميدز. الكابتن هاني سعيد بيطلب التغيير من مدير كورة
لمدرب عام بعد ما شاف ان منصب مدير الكرة ما لهوش صلاحيات كتيرة، ما فيهوش المهام اللي هو كان بيدور عليها كمدير كرة او مدير رياضي بالنسبة لنادي بيراميدز، وشاف ان يمكن مستقبله او الحتة اللي هو بيحبها هي الناحية الفنية، فطلب من ادارة نادي بيراميدز ان هو يبقى المدرب العام في الجهاز الفني ل بيراميدز بيدرس الموضوع وبيشوف هل فعلا الاستعانة بالكابتن هاني سعيد في حتة المدرب العام هتكون مفيدة للنادي، ولا الاكتفاء وان هو يكون موجود في منصب المدير الرياضي او مدير الكرة بالنسبة لنادي بيراميدز هيفيد النادي اكتر، وفي الاخر طبعا الكرة هتكون في ملعب الكابتن هاني سعيد، علشان لو ادارة بيراميدز قالت له والله مش هينفع تكون موجود في منصب المدرب العام فهو من حقه ان هو يبقى في منصب المدير الرياضي او يرحل بالشكل اللي هو عايزه. زي ما قلت لحضراتكم منصب المدير الرياضي بالنسبه للكابتن هاني سعيد ما كانش بالشكل اللي هو متوقعه، المهام والصلاحيات قليله على المنصب، يمكن منصب مدير الرياضي في اي حته بيبقى منصب كبير بيبقى فيه كل الصلاحيات، ولكن كابتن هاني حس ان مكانه في بيراميدز في البوزيشن ده هيبقى بالنسبه له مش بالشكل اللي دايما بيفكر فيه. كابتن هاني على فكره راجل احترف بره مصر وعارف قيمه السبورت دايركتور، فهو عشان كده عايز ينتقل الى المدرب العام، لكن هنعرف ايه اللي هيحصل في بيراميدز خلال الايام اللي جايه. خلصت مع حضراتكم الاخبار، بعد الفاصل كابتن هيثم عرابه هيكون موجود معايا، خليكم معانا ولكن بعد الفاصل. برحب بحضراتكم من جديد، زي ما قلت لحضراتكم في الانترو يعني واحد كده من الاصدقاء التقال جدا اللي بيكونوا موجودين معايا، لما بيبقى موجود الناس كلها بتتفرج وبتسمع كده والكلام بيبقى كلام موزون والكلام يعني خارج حد، كلكم عارفين الاهلي بالنسبه له ايه. كابتن هيثم عرابي غني عن التعريف، كابتن هيثم برحب بيك. اهلا بيك يا عمر، تحياتي للجمهور، وخلاص انا يعني حتى الكرسي بحسه بيرحب بيا وبدخل، خلاص اتعودت. ما بقتش يعني لا. مش محتاج ترحيب انت، خلاص انا في بيتي وانتوا ناس جميله واتمنى اكون ضيف خفيف على الناس ان شاء الله. طيب يعني زي ما حضراتكم عارفين يمكن نادي بالاس كابتن هيثم عرابي المشرف العام على الكوره، كابتن هيثم عرابي صاحب تجربه بالاس وان هو ازاي ياخد يعني ياخد نادي بالاس يعني المكان اللي طلع منه والمكان اللي بيحبه ان هو يصعد بيه للدوري الدرجه الثانيه. طب دوري الدرجه الثانيه بالاس اصلا اللي يتفرج عليها واللي يشوفها واللي يشوف النظام اللي معمول هي اصلا فريق ممتاز بالامكانيات اللي موجوده، بالامكانيات الماليه، بالامكانيات الفنيه، بالامكانيات الاداريه اللي موجوده بالشكل اللي احنا بنشوفه وهنشوفه مع حضراتكم. اعتقد ان النادي بالاس يعني من الانديه يعني بدري بدري ان شاء الله هنبارك لها على صعودها للدوري الدرجه الثانيه. ولكن قبل طبعا ما نتكلم عن الاهلي وعن الزمالك وعن الصفقات وعن المشاكل وعن مين راح فين، لازم اتكلم الاول بس مع الكابتن هيثم عرابي عن تجربه بالاس مره ثانيه، وفي نفس الوقت عايز اعرف يعني بعد التعادل الاول مع نادي البدويه يعني ايه اللي حصل بالظبط، كنا مستنيين ثلاث نقاط ولكن اعتقد ظروف خارج الاراده وخارج نادي بالاس اعتقد كان ليها دور. صح، بس انا عاده ما بحب الشماعات، بس قبل ما اقول اي حاجه فانا الاول يعني فخور ببدايه التجربه، فخور بالجهاز الفني جدا، باللعيبه، اللعيبه عملت اللي عليها، لكل واحد عايز يستثمر والناس اللي معايا المستثمرين لما كانوا موجودين في الملعب شافوا جمهور بالاس وشغفه ووقوفه ورا الفرقه، هي دي الكوره. الكوره من غير جمهور ولا اي حاجه. صحيح. انا امبارح بس حسيت بالتجربه، حسيت ان انا القرار اللي خدته صح، لما لقيت ان احنا كلنا طالعين الملعب كله بيسقف للعيبه على الكور في القايمه والعارضه ومستحوذين وانا هاجي الموضوع الدرجه الثالثه والتحكيم ولازم اتكلم فيه ولازم تسمعني يا عمر عشان خاطر عندي كتير ان انا اقوله واتمنى ما ازعلش حد. تمام. بس قبل ما اقول كده، طب انت قلت حاجه على المستثمرين، انت انا عايز اعرف نادي بالاس مين هم المستثمرين، يعني هل الفلوس دي منين، هل 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 انت معاك، هل انت شاطر لدرجه ان انت تقنع المستثمرين ان انتوا تاخدوا تجربه وتكون ان شاء الله ناجحه 100%، عشان انت عارف يعني ما حدش يحط فلوسه في حاجه غير ان اكون متاكد ان هي هتجيب له بعد كده. عمر اسال السؤال ده تاني يا نبي، بس في ثلاث جملات بس، هي الفلوس دي منين؟ الفلوس بتاعت نادي بالاس منين؟ حلو، انا بدير الكوره في نادي بالاس، رحت خدتها خمس سنين استثمار. حلو، مش انا اللي حاطط الفلوس. انا معايا الاستاذ هاني محمد فؤاد، الاستاذ اسلام احمد كلهم مصريين، تمام، استاذ حاتم، استاذ جورج، استاذ طارق وكيل، استاذ، بص انا معايا سته، تمام. والمفاجاه ان في ناس هتزيد عليهم كمان لان المشروع بيكبر للحلم للممتاز، تمام. ما رحتش في بنك وجيت. تاني حاجة، اللي انت شايفه ده ممكن يجي بنص التكلفة من خلال العلاقات، من خلال التفاوض، من خلال حاجات كتيرة جدا، ما هو الاسم له تمن، التعب اللي انا تعبته السنين اللي فاتت له تمن،
فالناس تقول لك الفلوس دي لا 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 موجودين وشركه وبنعمل شركه للاستثمار وفي ناس كتير عايزه تدخل معانا. لسه كنت قاعد مع واحد من شويه وقاعد مع واحد بكره. الحلم كبير جدا وان شاء الله احنا قدها. وانا عندي تحدي للمشروع ده بشكل انت لا تتخيله. وبعد اللي انا شفته امبارح بالاسى استحق كل خير. الجمهور ده انا وهقول لك على حاجه والله العظيم فعلا يا جماعه الكوره من الناس اللي ماسكين المسؤوليه في مصر. الكوره من غير جمهور ولا حاجه. انا امبارح كنت مستمتع بشكل غير طبيعي. ده غير ان ان ان, إن دي الفرقه بقى. طبعا انت بتتكلم بتعرض صور فريق بالاس يمكن شايف الحارس ده الحارس ده هيبقى من احسن حراس الموجودين في البلد دي. عنده كام سنه؟ عنده 24 سنه اسمه محمود. تمام. وعندي الواعر وعندي كابتن فتحي سلامه. لا حد حارس كان في المنصوره خبره كبيره وزكريا ده حراسه مرمى مدافع. بص انا نفسي اتكلم على الفريق واحد واحد. الصوره اللي انتم شايفينها دي ده غير البنش اللي موجود بره. اوعدكم ان في خلال سنه واحده بس هتلاقي نصهم بيلعبوا في الدوري الممتاز. لعيبه محترمه، لعيبه رجاله. ده غير انا عندي لعيبه خبره انت عارفهم طبعا واخد بالك. طبعا صالح موسى وسعيد مراد. عندك كمان لعيب يمكن اعتقد ان هو هيكون ليه شان في ملعب المصري سليماني اللاعب النيجيري. بص يعني انا ده هيبقى في حته ثانيه خالص مع الوقت. محتاج بس يتطور وانا بشتغل على العقليه وبشتغل على مستواه وبشتغل على حاجات كتيره جدا. ده حته الماز مع الوقت هيبقى حاجه كبيره جدا. سعيد مراد بقى كابتن الفريق خلاص؟ طبعا كابتن الفريق خبره طبعاً. كبيره غير بص الحصري وسعيد مراد وصالح موسى. عايز اتكلم على صالح موسى تحديدا عشان في موقف يعني بيني وبينه. الثلاثه لما جيت اجيبهم دخلت ان انا جايب لعيبه خبره بس لا انا جبت لعيبه كبار ناس بتحتوي ناس فاهمه يعني ايه فرقه ناس يعني فاهمه يعني ايه ان تلم مساعديني كانهم الفرقه بتاعتهم. انا مبسوط لابعد الحدود لك مهما قلت لك. ومعاهم احمد طه في نفس قريب من السن ناس كلها فعلا الخبره زي ما بقول لك الغالي ثمنه فيه. بالنسبه لصالح اللي انا هقوله دوت ما اعرفش هيضايقه ولا هيفرحه ولا هيعمل ايه بس لازم ادي له حقه. قبل ما اجيب صالح انا كنت متضايق منه لان بيقعد يناقش في الاهلاويه وانا وهو بنقعد ننقش في بعض. هو زملكاوي ده حاطط صوره على الفيسبوك وهو متصور بتيشيرت الزمالك. هيا خليه يغيرها واحط ما بدخلش في انتماءات اللعيبه. الحصري الحصري وصالح زملكاويه. يوم ماتش الاهلي والزمالك احنا كنا في فندق رماده. تمام. الاهلاويه عندي في 109 والزملكاويه عند صالح موسى. هم خمسه سته في الفرقه. كميه بقى النكش والضحك يعني. بس عايز اتكلم على صالح في حاجه. اتمنى الناس بره الانتماءات الاهلي والزمالك راجل له بيت راجل بيحاول بيحارب. لما انا جيت اتعاقد مع ناس كتير قالوا لي بلاش. عايز اقول لك ان من احسن الحاجات اللي انا عملتها السنه دي اتعاقدت مع صالح موسى. حاجه الولد محترم الولد محترم جدا شفتش منه اي حاجه وحشه خالص. اللعيبه كلها بتحبه. فكره الاهلي والزمالك يا جماعه مش موجود. انا وهو بنقعد ننكش في بعض. انا طلبت منه طلب واحد بس قلت له انت عمرك سمعتني هنا وبره بره الهوا بغلط في الزمالك؟ قال لي لا. قلت له هو انا عايز منك نفس الشيء. احنا بنحترم بعض. انتباهك ده ليك انت وانا مش يعني ما اقدرش ان انا اعاقبك عليه او حاجه زي كده لان ده شغل اطفال. لكن هنا ما ينفعش يعني. صحيح. بص يعني انا مبسوط منهم جدا. دي نقطه. عايز بقى اجي لحاجه مهمه جدا. الناس اللي ماسكه اتحاد الكوره انا عايز بس اسالكم سؤال واحد. في دوري اسمه درجه الثالثه لو انت مش مهتم بيه ما تعملوش. هديك مثال بسيط على حاجه بتقول كده. هقول لك رحنا يوم الخميس شربين نعمل مسحه هناك. حلو. رابيد تيست ولا بي سي ار؟ يعني دم دم. اوكي تمام. طلع مين بقى؟ سعيد مراد. اسمع بقى سعيد مراد وعيد واحد من احسن اللعيبه الموجودين عندي شاب عنده 23 سنه والنيجيري سليماني. عناصر مهمه في الفرقه. حلو. خدناهم ورحنا مستشفى المنصوره. عملنا ايه؟ اللازم. اللائحه بتقول ايه؟ 24 ساعه ترد عليا. الساعه واحدة والماتش الساعه 2:30 وكابتن صلاح غباشي بيحط التشكيل وهو مش عارف يعمل ايه. الراجل داخل يعمل المحاضره بتاعته. طب احطهم في التشكيل؟ طب اطلعهم بره التشكيل. الساعة واحدة وربع جات لنا على الواتساب عن طريق صديق. ان هم سلبية ولعبوا الماتش. قول لي ازاي؟ ازاي يلعبوا الماتش؟ يعني ازاي حتى هم نفسيا يلعبوا الماتش؟ ازاي انا كمدير فني او ان انا كواحد بدير استحمل التوتر والقلق الاثنين من اهم اللعيبة اللي عندي؟ يا جماعة من فضلكم لو سمحت الكورة في مصر لازم تبقى فيها عدل. زي ما انت بتتعامل مع الأندية اللي فوق لازم الأندية اللي تحت. انا تجربة جديدة بالنسبة لي وبتفرج. بس اي حاجه وحشه هشوفها هقولها وما يرضي ربنا. لان اللي حصل معايا حصل مع انديه الدهليه كلها في المجموعه بتاعتي. انا ما بتكلمش باسم بلاس بس. دي نقطه. النقطه الثانيه التحكيم. مفيش شماعات. احنا تعادلنا والفرقه اللي قدامنا محترمه ربنا يكرمهم ويوفقهم ولعيبتي عملوا اللي عليهم. بس زي انت شفت الهايلايت يعني حاجه الناس كلها خشوا شوفوا الناس بتقولي على الفرقه. بس ده مش موضوعنا وهنعوض وانا عارف احنا رايحين فين ان شاء الله. يا جماعه ما ينفعش نلعب كوره 45 دقيقه 25 دقيقه. انا كنت حاسس ان انا بلعب ماتش في تونس والمغرب.
ما ينفعش الوقت وكده. بص الجون في الجون واللعيبه بتقعد 3 4 دقائق 5 دقائق دي كره لسعيد في الماتش تمام. احنا حرفيا ده الملعب بتاعنا ده حرفيا ما لعبناش والحكام ناس محترمه وكل حاجه ومفيش اي حاجه. كل كوره كل كوره يعني بص في 2 لعيبه وقعوا دلوقتي على الارض. لا ده هي ده الموضوع. بص يعني بكل كوره هنا وهتلاقي واحد لاعب الدنيا هتقعد شويه كل كوره لدرجه ان هو الراجل طلع لي اداني 3 دقايق فحد الجمهور زام عليه تمام. الموضوع كان كوره وكرات تترمى وهم كانوا بيلعبوا الاهلي. انا كنت لسه هقول لك انتوا الاهلي تقدروا الدرجه. ما هو انا مش هدفع ثمنها. يعني انا ما ينفعش اللي جاي نخلص من اول على طول. قول لي اللعيبه شاور كده قول لهم يا جماعه الماتش اللي جاي نادي بالاس تخلصوا على طول من اول دقيقه علشان خاطر ايه يا حسن. ما يتكررش تاني اللي حصل ده يا جماعه. وانتوا اهو بتستفيدوا وبتستغلوا ان انتوا معاكم واحد يعني قيمه كبيره زي كابتن هيثم عرابي. بص يا عمر صعدنا ما صعدناش لعيبه رجاله بيعملوا اللي عليهم صحيح والتوفيق بتاع ربنا وجهازي محترم وانا باخد التجربه بكل ما اتعلمته وما عنديش حاجه وحشه اقولها وانا راضي باي حاجه يعني ربنا يجيبه كله كويس. تبدا اهلي ولا زمالك؟ احمر احمر. طيب النادي الاهلي كسب بطوله دوري ابطال افريقيا وكسب بطوله الكاس بموسيماني من غير رمضان صبحي من غير شريف اكرامي من غير حسام عاشور من غير احمد فتحي. طيب احنا هنلعب لعبه انا وانت اسمها دن دن دن. تمام اسمها ايه؟ دن 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 يعني ايه دن دن دن؟ دن 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 دي اللي في بتاعت البوكسنج الحلقه بتاعت مش بصراحه البوكسنج البوكس الملاكمه الملاكمه بيعملوا البتاع فانا لما اعمل البتاع هقول حاجه هقول عكسها. تمام ماشي جاهز؟ يلا بينا. الاهلي مش هيكسب افريقيا السنه دي عشان خاطر النجوم كلها مشت. دن 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 الاهلي كسب افريقيا من غير النجوم. اسفين مش مشاكل. الاهلي جاهز معايا عشان هنخش في دن 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 كتير جاهز كتير بقى. الاهلي مش هيكسب افريقيا السنه دي عشان خاطر الكابتن خطيب اسطوره في الكوره بس اداريا في مشاكل كتير. دن 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 ده احنا كسبنا 3 بطولات. اسفين اوكي شكرا. الاهلي بيكسب الحكام. دن 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 جابوا الفار. سوري. ماشي اوكي طب نسيت فايلر نسيت كمان فايلر. فايلر مشي الناس كلها قالت لك الاهلي هيقع. دن 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 موسيماني جه وكسبنا. طيب الدولة بتقف مع الاهلي. الدولة احمر. دن 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 ده وزير الشباب الرياضة زملكاوي. اسفين ما كناش نعرف. اوكي دن 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 رئيس اتحاد الكرة زملكاوي كابتن الاستاذ عمرو الجنايني. طب انت ايه رايك في اللي بيحصل؟ انت عارف انا عملت كده ليه؟ السنة دي كسرت كل حاجة. كل حاجة ممكن تتقال على الاهلي كسرتها. كل نظرية مؤامرة كل سبب ممكن انت بتعلق عليه شماعه الاهلي ان هو كسب اتكسرت. لكن برضو انت مصر ما تديهوش حقه ناس كتير. تمام. فانا السنه دي انا بالنسبه لي البطوله دي او السنه دي تحديدا من اهم البطولات. وفي نقطه عايز اقولها تانية. قال لك الفلوس دن 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 عديناها. قال لك اللعيبه الكبار عديناها. الاعلام عديناه. قال لك الاداره فيها مشاكل صلحت اخطائها. انا فخور زي كتير من جمهور النادي الاهلي ان هم فخورين ان احنا بننتمي للاهلي. مش ان احنا بنشجع لا ان انا بقول ان انا اهلاوي. ما اعرفش اللي انا هقوله دوت هينفع يعني هحاول ان انا تجمل فيه مش هجمل فيه يعني الكلام اللي انا هقوله دوت ما يخصش اي نادي تاني. الكلام اللي انا هقوله ده يخص الاهلاويه فقط لا غير او ان انا بحسه بنفسي. الاهلي يا جماعه حرفيا بيكمل كل حاجه ناقصه فينا. الفرحه اللي ناقصه. المثاليه اللي انا بتمناها في المجتمع ومش لاقيها بشوفها في منظومه الاهلي. هي مش ملاك وعندهم اخطاء بس بلاقيها فيها. الفخر اللي انا دايما احب اشوفه في عيلتي بشوفه في الاهلي. عزه النفس والكرامه والتحدي والاصرار والعزيمه بشوفه هنا. عشان كده يعني انا مهما قلت لك يعني انا ما اعتقدش الموضوع مش موضوع عدى الكوره ان بقى جزء اساسي. انا هقول لك على حاجه. يوم نهائي بطوله افريقيا انا كان مزاجي زي الزفت. كنت نفسيا تعبان جدا وكنت متضايق جدا. قبل الماتش ولا بعد الماتش؟ قبل الماتش طبعا. قبل الماتش طبعا. اوكي فجاه اتفرجت على الماتش كنت مع الشباب في الفندق الفريق بتاعي وتحس ان انا طفل واحد تاني خالص بسبب الماتش ده اللي انا بقول لك عليه اللي هو احنا شايفين الاهلي كده. ده مش المدينه الفاضله وانا مش مثالي بس دي المنظومه بتاعتنا انا من حق اشوفها بالطريقه اللي انا عايزها. وبعدين تعالى هنا اديتني كل حاجه
اديتني العظمه والفخر والتحدي، اديتني الماضي والمستقبل والحاضر، اديتني الثقه والامان والاستقرار في ان الفرقه مهما حصل غيرت الاسماء غيرت التحديات الاهلي هو الاهلي. بص انا وقفت كتير جدا عمر عند حاجات كتير جدا السنه دي، اللي هو معلش عمر هو ايه اللي ممكن الاهلي يمر بيه ما مرش بيه السنه دي؟ كل حاجه مر بيها. ايه اللي ممكن ونجح؟ دي قصه جميله جدا، يعني قصه تخليك تامن ان لكل مجتهد نصيب، ومش بس كده لا، انك انت ان ربنا عادل. حد ممكن يقول ان الاهلي كان احسن من الزمالك في الماتش الاخير بتاع افريقيا؟ الزمالك كان افضل في بعض الاوقات كمان بعد الشوط الثاني، بنتكلم على ان كمان لما شيكابالا يعني الراجل سحبه شويه اثر، لكن الزمالك كان فنيا كان اعلى شويه. ربنا عادل لانه بيكافئ على حاجات كتير قوي، بيكافئ على تقليل. كنت مش واثق في ان الاهلي ممكن يكسب المباراه؟ ما جاليش لحظه ان انا كنت مش واثق خالص، ولا حتى بعد جون شيكابالا، ولا حتى بعد الشوط الثاني لما المباراه كانت رايحه على الاكسترا تايم. عمر ارجع للتاريخ. انا راجل اتربيت، بس مفيش اهلي وزمالك كان في تاريخ ما بينهم في نهائي دوري الابطال. لا عايز اقول لك ارجع في التاريخ. في نقطه ان الاهلي ممكن يكسب في اي وقت. على فكره لعيبه الزمالك نفسها عارفه ده، ان الاهلي ممكن يكسب في اي وقت. هي اصل معلش انا مش بقول لك حاجه احنا ما شفناهاش، انا بقول لك حاجه احنا بنشوفها اكتر ما بنتكلم. احنا ما بين كل 10 ماتشات هات لي كم ماتش كسبناه في الدقيقه 90 94 صحيح. وفكره ان انت وحش حلو بتكسب. طب انا عايز اسالك على فكره تانية، فكره انك تكسب من غير احمد فتحي، تكسب من غير رمضان صبحي، تكسب من غير الاعمده اللي كل الناس قالت دول مشيوا، فالاهلي هيقع، الاهلي هيقع فنيا، الاهلي هيقع بدنيا، الاهلي هيقع في افريقيا، الاهلي مش عارف يحقق بطوله دوري ابطال افريقيا، الاهلي هيفشل كمان. انت عندك قبل المسحه اللي اظهرت ان الاهلي وزنج مش هيكون موجود وليد سليمان، فانت داخل بدون الاعمده الرئيسيه. فعلا بنتكلم على 6 لعيبه من القوام الرئيسي والاساسي، بتكلم حتى على اللعيبه اللي راحت بيراميدز. كل ده ما خلاش عندك ولا 1% شك ان الاهلي ممكن ما يكسبش بطوله افريقيا؟ واحد زي اشتغل جوه النادي وعارف الاداره بتشتغل ازاي، وايه اللعيبه بتمشي نفسيا ازاي، والاسم بيعمل ايه جوه. بص، هل في العمليه كامله؟ لا. وفي كلام انا عايز اقوله دلوقتي كمان على المرحله الجايه، لان في تغييرات لازم تتم. ازاي؟ لا يعني الاداء الكام ماتش اللي فاتوا محتاجين تطوير. طب انا هسالك سؤال تاني ليه علاقه بالتطوير طالما انت فتحت. بس لازم نفرح الاول. تمام. لازم نقول برافو الاول. برافو كابتن خطيب، برافو مجلس الاداره، برافو امير توفيق والصفقات، برافو اللجنه الفنيه، كابتن زكريا، كابتن محسن صالح، برافو كل الناس اللي بتشتغل في النادي الاهلي من اول تحت لحد فوق. طيب برافو. صفقات الفتره اللي جايه، نفصل بطوله الكاس وافريقيا بالصفقات الجديده. يمكن جمهور النادي الاهلي بيفكر على ان الفرقه في اخر 5-6 ماتشات حاسمه، ماتش الوداد رايح جاي، مباراة الزمالك، نهائي كاس مصر، يمكن اللي سجل الاهداف كانت لعيبة اما من الاطراف يا اما من نص الملعب. راس حربة النادي الاهلي او فرادة النادي الاهلي لم يستطيع احراز اي هدف. هل انت قلقان على ان الاهلي يخش الدوري العام وافريقيا من جديد بدون راس حربة اضافي بجانب مروان محسن او حتى احمد ياسر؟ ريان لسه ما شفناهوش مع النادي الاهلي. صلاح محسن مش سترايكر رقم 9، شادو سترايكر، مش قلقان؟ بص كاهلاوي ببقى عايز اشوف الصوره مثاليه جدا واحسن حاجه واحسن لعيبه في مصر تكون موجوده وفي قاره والكلام ده كله. فكره المهاجم دي انا بالنسبه لي يعني كان نفسي في مهاجم. كان نفسي في مهاجم حاليا، ولكن انا متاكد الناس اللي بتدير شايفه الوضع عامل ازاي، واعتقد ان الترانسفير ويندو بتاع شهر 2، اعتقد شهر 2 تمام، لازم 2 3 2 3 لازم يكون في مهاجم. في اعاده ترتيب البيت، لان انت لما بتكسب البطولات دي كلها بيحصل نوع من انواع الدروب، واخد بقى الدنيا بتهدى سنه، انت لازم تشتغل على دوت وتوجد الـ 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 العناصر. لان بص عايز اقول لك حاجه بامانه، يعني موضوع المهاجم ده هم لازم يتحركوا بسرعه فيه، لان احنا عندنا مشكله. طب هيثم عرابي لو كان موجود في الوقت الحالي كمدير تعاقدات، انت هيبقى عندك تو ميشنز مهمتين تعملهم زي ما انت عملت قبل كده. صفقة سيرينو يمكن في كلام رايح جاي كتير جدا، 5 مليون دولار طالبهم نادي صن داونز، النادي عايز يدفع 2.5 ممكن يوصل لـ3. في نفس الوقت بنتكلم على راس حربة، مين من يعني ازاي ملف راس الحربة ده كنت هتتحرك فيه علشان تتعاقب مع النادي الاهلي، سواء لو واحد محلي او حتى واحد اجنبي، بما ان الموضوع عندك في القائمة اللعيبة الاجانب مفيش مكان. سيرينو كنت هتعمل ايه والمهاجم كنت هتعمل فيه؟ بص
هو فكرة ان هي مشكلة عندنا في مصر ان احنا البطولات احيانا او النجاح بيخبي العيوب، فانت بتنسى، فما تنسوش المفروض في ناس وسط الناس اللي شغالة في الملعب، ناس برة دورها ان هي تكون تحضر للي جاي، بتكون سابق بخطوة. طبعا امير ربنا يوفقه ويكرمه عامل دور كويس، وعايز احييه على صفقه بدر بنون، لعيب هايل هايل هايل، برافو عليه هو واللجنه الفنيه. انا ما قلت لك الحلقه اللي فاتت لو انت فاكر، لو سالتني على لعيب واحد قلت لك هو بدر بنون، فربنا يكرمه. انا مبسوط جدا من الصفقه، اتمنى ان هم يكون في شهر 2 على الاقل يكون في مهاجم افريقي. طب سيرينو كنت تعمل فيه ايه؟ معلش سيرينو انت شايف ان اللي انا مستغربه ان المدرب علاقته بيها مش محتاجه، معلش مع احترامي الكامل، انت مش محتاجه تفاوضات. هو الراجل عارفه وعلاقته برئيس النادي كويسه جدا، والولد تمنه فيه عشان بس الامور تحصل. بس 5 مليون مش رقم مبالغ كتير فيه؟ كتير طبعا، كتير كتير. بس اعتقد مع التفاوضات ممكن حاجات كتيره تنزل، يعني مش لازم 5. تاني حاجه الولد اللي انا عارفه كمان الولد متمسك جدا بالاهلي ان هو يجي. فانا ما اعرفش الكواليس الصفقه واصله لحد فين، انا سمعت 2.5 3، ما بحاولش اسال كتير عشان خاطر انا السفر صعب ان حد يسافر يخلص من هناك؟ ليه لا؟ بس في نقطه، في خالد علي المنسق العام هناك راجل علاقته بالكابتن خطيب كويسه جدا، كان موجود في مصر من فتره وكان قاعد مع اداره الاهلي واتكلم معاهم في بعض النقاط المهمه. تمام. انا شفته في النادي. تمام. في مدرب، يعني انت مش محتاج الكلام ده كله. لكن ممكن موضوع التفاوضات بياخد وقت يعني شويه. طيب عايز اتكلم معاك عن الصفقات اللي خرجت من النادي الاهلي، يمكن واحد هاجله شويه عشان هنتكلم عليه شويه بالتفصيل، ولكن كلمنا عن خروج صالح جمعه. انت كل مره كنت بتدي روشته كبيره لصالح جمعه لحد ما في الاخر خلاص الاهلي يمكن استسلم بالنسبه ان صالح ممكن يبقى لاعب كويس ولاعب مؤثر وخرج. ويمكن صالح لاهلي ولا زمالك ولا اسماعيلي ولا اتحاد، صالح خاض تجربه يعني سلاح ذو حدين، اما يتالق فيها يا اما يعني تكون ممكن تكون نهايته في الكوره ان هو يعني السيراميكا صعد من الدوري الدرجه الثانيه. فانا عايز اعرف رايك في خروج صالح وانتقاله للسيراميكا. بص، هما جملتين بالنسبه لصالح جمعه ما لهمش ثالث. يا اما التجربه دي هتوقفه على رجليه ويتحدى نفسه ويتحدى ناس كتير قللت منه وعندها حق لان هو اللي عمل ده في نفسه، يا اما هيبقى عقاب رباني ونهايه ماساويه. انت شايف ايه؟ هترجع له هو. انا ما عدتش شايف بالنسبه لصالح، كلنا ما عدناش شايفينه، كلنا وقفنا في ظهره وكلنا تمنينا وكلنا كلامنا. بص بقول لك ايه، هو خد قعد قد ايه في الاهلي؟ 5 سنين. التجربه بتتكلم عن نفسها، ما التجربه ما نجح. انا الراجل اللي جبته بقول لك التجربه ما نجحتش. وما كان يعني واحد لسه سايلني في الشارع بيقول لي لو عاد بيك الزمن، فقلت له لو عاد بيا الزمن تاني كنت جبت صالح، لان في الوقت دوت صالح ما حدش كان متوقع الكلام ده كله. لكن هو صالح خذلنا طبعا. طيب بس بتمنى، انا بجد انا فعلا بتمنى ان هو يرجع احسن من الاول، لان هو لاعب كوره كبير بس في رجله، يعني في رجله وفي دماغه. طيب باسم علي، هل انت شايف ان النادي الاهلي ما كانش محتاجه في الباك رايت، وان الاهلي بعد خروج احمد فتحي عايز اقول خبر عاجل، احمد الشيخ رسميا في بيراميدز خلاص بيتم الاعلان عنه. احمد الشيخ زي ما اعلنا الصبح وقلت في كل حته ان احمد الشيخ بعد عدد من ساعات هيكون لاعب في بيراميدز، فاحمد الشيخ لاعب في بيراميدز خلاص، تم الاعلان الرسمي عن انتقال احمد الشيخ الى نادي بيراميدز خلاص وكل حاجه. كابتن هيثم، يعني خبر خاص بينا، لكن هيتم الاعلان رسميا عنه بعد قليل، لكن خبر خاص بينا هنا في نمبر 1. وخليني بدل ما اجل بقى خلاص، طالما احنا احمد الشيخ وجبنا سيره كلام عن احمد الشيخ، عايزك تقول لي احمد الشيخ ايه اللي حصل؟ انت اول واحد جبته من المقصه للاهلي، يمكن كان عنده مشكله في الاول لما مضى للزمالك وبعد كده مضى للاهلي، ويمكن كان في كلام حصل وكلنا عارفينه ان مباراه الزمالك والمقصه هي اللي خليته يتراجع عن التعاقد والتفاوض مع نادي الزمالك، انتقل للاهلي، توقف تقريبا 4 ماتشات او شهر، بعد كده عاد مره ثانيه للنادي الاهلي. بشكل عام عايزك تقول لي يعني ليه احمد الشيخ ما راحش الزمالك؟ ده رقم 1. رقم 2، شايف ان كل اللي حصل ده بسببه ايه؟ اولا احمد كلمني من 10 دقايق قبل ما ادخل الحلقه، مخبي عليا كل ده، ماشي، احتراما له طبعا، تمام، وقال لي ان هم قاعدين فعلا، تمام، بيراميدز قاعد مع احمد الشيخ في البيت، تمام، اوكي، وان هم بيخلصوا يعني. وطبعا قلت له انا ولا كاني اعرف حاجه، وهم قال لي حتى ما بين البريك هطمنك وكده، وقلت له اوكي ربنا يكرمك ويوفقك. اللي حصل ان احمد، انا انت عارف علاقتي باحمد عامله ازاي، كلمك قال لك انا رايح الزمالك؟ لا، مش هتروح. أوكي. الناس فاهمه غلط على فكره. أوكي. هم الناس طلبوا يقعدوا معاه زي ما بيراميدز طلب تقعد معاه. كابتن اشرف قاسم طلب يقعد مع احمد الشيخ. كابتن اشرف قاسم، وطبعا لما كابتن اشرف قاسم يطلب يقعد معاه اكيد هيقعد. هو احمد سالني عن رايي، فانا قلت له اللي هقوله لك دوت، لان قلت له بص انا الوضع بالنسبه لي احمد حساس لابعد الحدود،
انت بتسالني اروح زمالك ولا بيراميدز ولا اسامي. على فكره احمد كان جاله حاجه تانية مش الاثنين دول بس. وعلى فكره قعد مع ناس تانية لان هو ده الصح. انت خلاص انت بعيد عن الاهلي تمام، وفي ناس طلبت تقعد معاك، انت عشان مستقبلك لازم تقعد، ده شيء طبيعي واخد بالك. انا بالنسبه لي كجمهور وكاهلي والكلام ده كله مش لا يمكن اعمل الكلام ده، بس هو ده مستقبله. فانا قلت له احمد ابعدني عن رايي في الموضوع ده. احمد موجود ويقول لك ابعدني عن رايي في الموضوع دوت، لان انا ما ينفعش اقول لك راي مبني على عاطفه، لان انا بالنسبه لي هكون مش صديق لو قلت لك خبطت في الزمالك او خبطت في بيراميدز كده، انا مش صح كده، انا ما بحبكش كده، مخلي العاطفه وحبي للاهلي يخليني انا اقول لك حاجه ثانيه. ادرس كل حاجه واقعد مع الناس كلها واسمعها واعمل اللي انت شايفه صح. قفلت تجربه الاهلي بحلوها وبمرها، استخير ربنا يا ابني وخد قرارك الصح، بس عرفني قبل ما تعمل ايه. راح قعد وقعد مع غيرهم وقعد مع غيرهم وقعد مع طب خلينا نتكلم على الزمالك، نتكلم على الزمالك. انا هقول لك بعض الكواليس وانت كمان تساعدني فيها. يمكن رايي في الاول كان اللجنه الفنيه يمكن فيها ثلاث نجوم كبار جدا، كابتن عبد الحليم وكابتن ايمن يونس وكابتن اشرف قاسم معاهم. كابتن عبد الحليم قدم استقالته؟ قدم استقالته ده حقيقه؟ اه. طب والمستشار محمد عطيه؟ قدم استقالته. طب يعني انا هسال سؤال اوكي وبسيط قبل ما تبدا خالص. اوكي انت هتقولي دلوقتي ان هم صوتوا على احمد الدول؟ انا عايز اقول لك التصويت اللي حصل 3-1 وخلاص اتفقوا ان احمد الشيخ يبقى موجود في نادي الزمالك. كابتن عبد الحليم موافق، كابتن اشرف قاسم موافق، والمستشار محمد عطيه بما انه من اللجنه اللي بتدير نادي الزمالك فهو موجود مع لجنه الكوره. الوحيد اللي كان عنده اعتراض الكابتن ايمن يونس. كابتن ايمن شاف ان احمد الشيخ ما يكونش موجود في نادي الزمالك، واتفقوا واتقابلوا ومضوا العقود وكل حاجه تمام. اتفاجئنا بعد كده ان احمد الشيخ نادي الزمالك مش موافق انه هيبقى موجود، وطلعوا قرار وبيان في قناة النادي وقالوا ان بسبب المواقف اللي حصلت قبل كده، ويمكن مقولة شهيرة لأحمد ان هو قال لك الزمالك فوضني ورب العرش نجاني، حاجات اتسربت لأحمد. فنادي الزمالك كان عنده بعض التحفظات على التعاقد مع أحمد الشيخ. فقال الكلام ده يعني مسموح في كرة القدم، ان انت لما تكون عايز لاعب بتسمع كلام السوشيال ميديا او بتروح مع السوشيال ميديا؟ لا هو انا عندي تحفظ على حاجة تانية. انا طبعا بص انا عارف جماهير الزمالك دايما بتبقى حساسه لما حد يتكلم على النادي بتاعها، بس يا جماعه بس انا عايز اخاطب دماغك شويه. خد بالك اللي معروف في الكوره ان الجهاز الفني والمدرب تحديدا بينقي المراكز اللي هو عايزها. اداره التعاقدات واللجنه الفنيه بتعرض عليه الف ب كذا اي بي سي، دول اللي موجودين. هو بيقول اي بنروح نتفاوض. صحيح. فانت دلوقتي عملت ايه؟ انت رحت تفاوضت وقعدت وبعد كده عرضت عليهم مستقبل اللاعب ده ايه؟ بزراميت؟ لا طبعا. اسم اللاعب ده عادي انك تبوظه. على فكره مش احمد بس، انا سمعت ان امير عادل، بس انا عايز اروح معاك لاحمد الشيخ الاول بعد كده اروح معاك بقى للزمالك وملف الزمالك ده لوحده على جنب كده. تمام. هي الفكره كلها في نقطه اللي انا ما فهمتوش، هل الكابتن اشرف قاسم ما قالش للكابتن ايمن يونس قبلها بغض النظر عن شيء؟ هل الكابتن اشرف قاسم خده البيت او طلب منه ان هو يقعد من غير ما هم يعرفوا؟ ما ده سبب الكابتن عبد الحليم يستقيل من منصبه بسبب ان انت زي ما انت عارف يعني كل واحد لما بياخد قرار من الاخر الواحد مش عايز يصغر نفسه، يعني انا بقول لك من الاخر ان كل واحد ممكن ياخد قرار، ممكن مجلس الاداره او ممكن اللجنه ما تاخدش بيه، فهو الواحد قال لك لا ده انا هصغر نفسي فاخدها من قصيرها وامشي احسن. انا بقول لك الكلام اللي بيقول ومين اللي بيدفع الثمن؟ داخل جمهور والنادي. بص انا عشان بس الامور تبقى واضحه، انا مش هخاف على نادي الزمالك اكتر منكم. واحنا مش هنخاف، انا بخاف، انت مش خاف على النادي الاهلي اكتر مني. بس لو بتتكلم كوره وبتتكلم صح، في اسامي ما ينفعش تقعد معاها وتعلن عنها ان انت اتكلمت معاها من غير ما تكون وتصغر نفسك وتصغرهم. انت بتبين تاني حاجه، انتوا جايين بعد مستشار مرتضى منصور وعايزين تثبتوا ان انتوا قد الكرسي لحد ما اشوف القضيه هتعمل ايه او هيجيبوا حد تاني. تمام. بدايه غير مبشره بالمره لناديكم لسبب واحد بس، تخبط غير طبيعي، ما بيتواصلوش مع بعض بشكل انا في حياتي عمري ما سمعت عن كده. انا ما بروحش اتفاوض مع لاعب من غير ما، يعني انا ما فيش لاعب عمري قعدت معاه من غير ما كانوا عارفين. لازم الكابتن خطيب يكون عارف ولازم اللجنه تكون مش عارف. من حقي صحيح مش من حقي اروح اتفاوض معاه واقعد معاه الا لما الكابتن خطيب يقول لي اوكي. ممكن حد يقول لك انا ما قلتلكش تقعد معايا صح كده؟ وده اللي حصل. ما هو معلش انا اسف، الكابتن اشرف قاسم ايه دوره؟ راجل مشرف عام على الكور. حلو. الكابتن عبد الحليم علي كان ايه دوره؟ مدير الكوره. حلو. هو اولا فكره ان هما الاثنين مشرف العام انا اتفهمها شويه، بس مدير الكوره الكابتن عبد الحليم المفروض في لجنه تعاقدات. طب لحد ما اوكي، طب هل اللجنه الثلاثيه دي تاني حاجه مستشار محمد عطيه موجود بسبب اللائحه صح؟ صحيح. هل هو متخصص في الكوره عشان ياخد قرار فني؟ بس لازم يكون في تصويت في اللجنه اربعه. حلو. بس الصوت ده المفروض يبقى يعني يبقى هو فاهم ان هو صوت تبع الرياضيين اللي موجودين، لان انت بتصوت على ايه؟ انا لو مش متخصص هصوت على ايه؟
لخبطه. تاني حاجة أنا هكررها المرة التانية، أنت عايز تقنعني إن الكابتن أشرف طلب أحمد يقعد معاه من غير ما هيعرف أي حد في النادي؟ مستحيل. الراجل أنا عارف كابتن أشرف، أنا ما أعرفش شخصية، بس أنا أعتقد الراجل ديسنت إناف إن هو يعمل خطوة زي كده بناء على النادي عشان ما يصغرهوش. تاني حاجة أنت ما ينفعش اللعبة دي عندها أهالي، اللعبة دي عندها أسرة، عندها أسرة يعني. بعدين تعالى هنا، أنت لو أنت مش مقتنع بأن أحمد مثلا، لو بتقول أن أحمد قلل من الزمالك قبل كده، ومعلش ما فيش لاعب في مصر يقدر يقلل من الزمالك ولا من الأهلي، احترامي الكامل لأحمد وليا وليك ولكل الناس طبعا، الأندية دي أكبر من الأسامي كلها. تمام. رحت قعدت معاه ليه؟ طيب انا عايز اروح لفاصل، بس بعد الفاصل عايز اروح معاك للجزء الثاني من موضوع احمد الشيخ. احمد الشيخ رد فعله ايه لما 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 عرف ان نادي الزمالك بيبلغه بعد ما مضى العقود، وبعد ما كان بعد ساعات قليله هيتم تقديمه في قناه النادي، صرف النظر بسبب الكلام اللي انا بقول لك عليه؟ والكلام ده هل اثر على احمد الشيخ نفسيا؟ وهل الموضوع كان فيه كلام مره ثانيه ان هو يرجع للزمالك ولا لا قبل ما نروح لموضوع بيراميدز؟ فبعد الفاصل خليكم دايما معانا. جريدة أهل مصر في انتظار حفل تكريم كابتن عمر ربيع ياسين مقدم برنامج نمبر 1 والصحفي محمد عراقي رئيس تحرير برنامج نمبر 1. خليكم معانا عشان نشوف أحداث التكريم ونعرف إيه اللي هيحصل. كرم برنامج فرض نفسه على الساحه الرياضيه برنامج نمبر 1، وشرفنا ونورنا النجم الاعلامي عمر ربيع ياسين. رحب بيك من جديد داخل مقر الجريده. رحب بيك يا نانسي، وبرحب بكل الساده الافاضل اللي موجودين معانا. طبعا يعني افضل اقول ان يعني بتشرف بيكم جدا، وبشكركم على التكريم ده الخاص بالبرنامج، وبشكرك على دعوتك، وبشكر كل الناس على حضورها ووجودها معانا. كمان برحب بالكاتب الصحفي محمد عراقي رئيس تحرير برنامج نمبر 1، برحب بيك معانا. ازيك يا نانسي؟ وطبعا برحب بيكي، وبشكركم طبعا على التكريم، وبشكر كل القائمين على جورنال اهل مصر. بجد حاجه محترمه، حاجه تدعو للفخر، وباذن الله يعني باذن الله متقدمين كده ودايما في التفوق باذن الله. خليني اسال عمر، تيم عمل اهلاوي معروف عنه، لاعب اهلي، والده اهلاوي، كاتب صحفي بيغطي اخبار النادي الاهلي من البدايه، ازاي قدرتوا ان انتم موجودين في قناه كبيره زي شاشه قناه النهار، وقادرين ان انتم تعملوا المعادله الصعبه، تخرجوا من الاهلاويه ان انتم توصلوا لكل الناس، كل الشارع الرياضي، كل الشارع المصري اللي بيتابع دايما اخباركم، وان انتم فرضتوا نفسكم على الساحه الرياضيه، و يعني جماهير الزمالك يعني اكيد طبعا. حتى الجماهير الاهلاويه يعني البعض طبعا بيكون متقبل، البعض مش بيكون متقبل. جماهير الزمالك نفس القصه، لكن عشان تخرجي من عبايه الفئويه الموضوع يعني الموضوع مش عمر لوحده، الموضوع محمد عراقي والتيم اللي موجود معانا زي ما انا قلت لك، هم اللي ساعدوني ان انا اخرج من عبايه القناه الفئويه النادي الاهلي، وان انا ابقى متحيز للاهلي، وان الواحد يخرج ويبقى دلوقتي بيتكلم على كل الانديه، بيتكلم عن الاهلي، بيتكلم عن الزمالك، بيتكلم عن الاسماعيلي، بيتكلم عن المصري، الاتحاد. عايز اقول لك على معلومه، ان انت علشان في قناه الاهلي كانت المعلومات بتجيلك على الجهاز، ما كانش فيه تعب، لكن لما تخرجي من قناه الاهلي بتروحي قناه اخرى، فانت دلوقتي بتدوري على الخبر في كل الانديه، فانت دلوقتي بتتكلمي ان من واحد اهلاوي شغال في قناه فئويه لواحد دلوقتي عايز يغطي كل الانديه. موضوع ليه علاقه بكذا عامل، طبعا موضوع المهنيه بتحتم عليك ان انت تغطي كل الاخبار، في نفس الوقت لازم تكوني على بعد مسافه واحده من كل الانديه، ولكن في بعض الاوقات كده مش هضحك عليكي تبقي في سنه كده مياله للاهلي، يعني بما انك بتنتمي ولعبتي وعندك طموحات واحلام على المستوى البعيد جدا، على مستوى مجلس الاداره، على مستوى النادي بشكل عام، فعندك حته بتكون مايله شويه للنادي الاهلي، بس الحمد لله ده ما بياخدناش زي ما انا قلت لك في ان احنا يعني ايه
يعني بندي أفضلية لحد على حساب حد، على حساب شغل الناس أو على شغلنا بشكل عام، لكن في الأول وفي الآخر بنتقي ربنا في شغلنا جدا وبنحترمه. وفي نفس الوقت بقى يعني دور البيع على الرجاله بسم الله ما شاء الله اللي موجودين معانا، اللي عرفوا ان احنا نوصل للناس، ان احنا لكل الانديه مش الاهلي بس. خليني اسال محمد عراقي واسالك عن الضيف والضيوف، يعني سنه كامله في النهار شفنا النجوم اللي موجوده والضيوف اللي موجوده من كل الانديه حتى نادي الزمالك. دي مثلا لما بتيجي مثلا بتطلب ضيف من نادي الزمالك او نجم سابق للزمالك بتقابل صعوبه ان انتوا محسوبين ان انتوا اهلاويه؟ لا بصي، طبعا بحيك على سؤالك، سؤال مهم جدا. احنا برضو قصه الانتماء للاهلي او انتمائنا للاهلي دي حاجه طبعا احنا بنتشرف بيها، بس انتمائنا للاهلي ده خارج الاستوديو، انتمائنا للاهلي ده خارج الكنترول روم زي ما بيقولوا، مالناش دعوه بقى بقصه الانتماء دي، بنسيبه شويه بره كده لحد ما نخلص هوانا ونخلص اعدادنا لحلقتنا، بعد كده بقى كل واحد يرجع للانتماء ويرجع اللي هو عايزه. محدش طبعا يغفل، وعارف طبعا كل الناس معرفه الانتماءات سواء في برنامجنا او البرامج الثانيه، كل واحد اكيد بيبقى ليه انتماء، بس هو الاساس ازاي انت بتتعامل مع الانتماء ده وازاي بتقدر تدي كل حد حقه. وانا عايز اقول لك كمان برده يا نانسي، الموضوع مش مجرد اهلي وزمالك بس، احنا النهارده الانتماء ممكن يكون انتماء حتى لكره القدم. لا، احنا ما بننتميش لكره القدم بس، احنا مخصصين حلقه في الاسبوع للالعاب الاخرى، مخصصين حلقه في الاسبوع للدرجه الثانيه بما انها برده مهدور حقها بشكل كبير، مخصصين حلقه في برده حاجه برده بنعملها مركزين عليها بقالنا فتره، الحالات الانسانيه، دورنا المجتمعي، ان احنا النهارده ما يبقاش الموضوع كله مجرد ان انت بتقدم حاجه ترفيهيه بس، لا، انت عندك دور مجتمعي لازم تاديه. احنا عندنا فقره ثابته كل يوم جمعه، حلقه انسانيه في كل الالعاب، بتجيب حد يكون محتاج حاجه او حد عنده طلب او حد يعني يعاني من مشكله معينه في مجال كره القدم، وبالتالي بتلقي الضوء عليها، وبالتالي بتلاقي، عايز اقول لك يعني ردود فعل واضحه جدا. يمكن احنا في حالات انسانيه كتير جدا، سواء كابتن محمد النني تواصل معانا، مؤسسات كبيره جدا تواصلت معانا عشان تتعامل مع الحالات ديت او تعالجها. فقصه الانتماء ديت انا بقول لك بنسيبها، قصه بقى الزمالك او كده، احنا كل نجوم الزمالك ظهروا معانا، كل لعيبه الزمالك ظهروا معانا وبياخدوا حقهم يعني بكل بما يرضي الله. يعني الزمالك لما خد البطولات احتفلنا بالزمالك وكنا متواجدين معاهم ونزلنا معاهم، الاهلي لما خد بطولات نزلنا معاهم وتواجدنا معاهم، اي نادي بيقدم شكل كويس، اسماعيلي، اتحاد، مصري، اي نادي بيقدم حاجه او اي نادي يعني زي ما بيقولوا كده بيقدم محتوى مظبوط في كره القدم بنلقي الضوء عليه. احنا مش واقفين عند الاهلي حتى لو كان انتمائنا للاهلي، بس احنا مش واقفين عند كده. برحب بحضراتكم من جديد. يعني بين الفاصل كنت شايفك تتكلم في التليفون، كنت بتكلم مين؟ عملت مكالمتين سريع. طيب، المكالمة الأولى الحاج وأحمد شيخ. طيب نبدأ طبعا بالحاج طبعا. لا لا لا، يعني إيه اللي حصل؟ يعني أنا عايز أقول لك إن يعني رد فعل جمهور بالأس على الحلقة الحمد لله، الناس بتبعت لي وناس متفاعلة جدا والله من جانب جمهور بالأس والله بصراحة، يعني والله العظيم والله العظيم أنا جسمي أشعر وأنا في الملعب من اللي أنا كنت شايفه منهم. يعني عايز اقول لك ان يعني حطوا مسؤوليه فوق مسؤوليه من احترامهم ووقفهم في ظهري، وكل ما امشي في الشارع اقول احنا في ظهرك يا كابتن، احنا جمهوري يستحق يتحط على الراس، وانا ربنا يكرمني ان شاء الله وهحقق لهم اللي انا عايزه بالجهاز الفني واللعيبه يا رب. بس طب احمد الشيخ ايه اللي حصل؟ كلمته دلوقتي قال لك انت عمر قال الخبر. ايوه. قلت له ايه؟ قلت له انا مضيت، قال لي، قلت له كام سنه؟ قال لي 3. قلت له ربنا يكرمك ويوفقك يا احمد وهكلمك بعد الحلقه، وهو تقريبا رايح معاهم دلوقتي عشان ياخدوا سيشن. الاعلان الرسمي يكون بعد لحظات على الموقع الرسمي او على البيج الخاصه بنادي بيراميدز. شايف خطوه كويسه لاحمد الشيخ انه ينتقل لبيراميدز؟ هيلعب وسط الناس اللي هناك؟ عافيني من السؤال ده. انا بص، اي سؤال على موضوع احمد بيراميدز والزمالك والكلام ده، هو اللي دار بيني وبينه دار بيني وبينه. تمام، بس انا ربنا يكرمه ويوفقه، وربنا يوفقه، انا ما عنديش حاجه ثانيه. احمد اخويا واكثر من اخ. اتمنى بس يعني ياخد فرصته كامله وربنا يكرمه بعيد عن الاهلي. طيب قدام، مش قدام الاهلي يعني. لا اكيد طبعا، انا عارف انت بتشجع الاهلي قدام اي حد حتى لو بيلعب ضد بالاس. طيب نادي الزمالك، هل انت شايف اللي فيه دلوقتي بسبب حل مجلس الاداره؟ يعني حل مجلس الاداره الاخير برئاسه المستشار مرتضى منصور، انا عايز اتكلم معاك في القصه، تقول لي رايك في الموضوع بشكل عام. مجلس الاداره لما اتحل، يمكن اتحل بعد نهايه دوري ابطال افريقيا، ف البعض منتظر من اللجنه الحاليه ومنتظر من الكابتن ايمن والكابتن اشرف، هنشوف مين اللي هيجي بعد رحيل الكابتن عبد الحليم علي.
هل انت شايف ان حاله التخبط ليه علاقه بحل مجلس الاداره؟ بص هو لسه مش هيبان دلوقتي بس انا عايز اسال سؤال، لو هما كانوا كسبوا افريقيا كان حد اتكلم؟ لا، الكيان اكبر من الاسماء يا جماعه. بس هل هيتم نوع من انواع اللخبطه في الاول؟ اكيد، لان محتاج استقرار، محتاج استقرار مادي، محتاج الاشخاص اللي يخشوا يكون عندهم انكار ذات. البدايه غير مبشره بالمره بالاستقالات اللي موجوده دي. طب وبتسبق ما هو بص برضه اللي ماشي عايز يثبت ان من غير الدنيا هتبوظ، واللي موجود المفروض يعني. وبعدين في نقطه يعني، انا المفروض رئيس اتحاد الكوره زملكاوي ووزير الشباب الرياضي زملكاوي، فمتوقع ان هم يقفوا ورا النادي ويثبتوا رجلين النادي. في حاجه مش مفهومه وفي حلقه مش واضح ان في تخبط طبعا، واضح جدا يعني. هيأثر القانون فوق احد يعني زي ما حضرتك قلت، يمكن يعني حتى لو ايه اللي حصل. بس لا 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 عندك، انت فهمت غلط. لا سوري، استنى انا مع القرار جدا. انت مش محتاج ان انا اقول لك ان انا مع القرار جدا. لا مش قصدي، انا بتكلم في حته اللي هو يعني حتى لو في بعض الانتماء شباب، بس كان لازم يحصل حتى لو دوري ابطال افريقيا. الموضوع مش رقم الكوره. الموضوع مش رقم الكوره زي ما انت عارف. مش رقم الرياضه. يا جماعه، مع احترامي الكامل للزملكاويه اللي واخدين الموضوع على انه هو حرب على الزمالك، مين هيحارب الزمالك؟ صحيح، الدولة هتحارب الزمالك ليه؟ رئيس اتحاد الكرة الزملكاوي المعروف ان هو مجنون زمالك، انا قعدت معاه قبل كده على فكرة اول ما جيت من امريكا، وبحب الزمالك جدا، شخصية محترمة جدا، استاذ عمرو الجنايني جدا، بيموت في الزمالك، عامل زيك بس الفيرجن الزمالكاوي. وكنا بنقعد ننكش في بعض، انا عزمني عنده في بيت مرة، وشخصية بقول لك شخصية محترمة جدا، ما شفتش منه يعني حتى في كلامه على الاهلي كان معايا محترم، على الاقل انا معايا انا ما بغلطش بصراحة. تمام، ووزير الشباب معروف ان هو كان راجل موجود في الزمالك وكل الاحترام. تمام، فمين هيحارب الزمالك وهيحارب الزمالك ليه؟ والمصلحه مين؟ عشان الاهلي هيرضوا مين؟ الجمهور؟ طبعا في جمهور الزمالك. لكن في نقطه، في حد اتعدى كل الخطوط. وبص انا مش حابب جدا اجيب صورته دلوقتي. ليه؟ لان كده كتير يعني، كده خلاص هو في حته انا مش حابب. لما هو كان بقوته كنت ممكن اتكلم واقول اي حاجه، دلوقتي لا، مش صح ان انا اتكلم دلوقتي. احتراما للناس اللي يعني، احتراما لحاجات كتيره جدا، والامير والاحمد والحاجات كتيره جدا، والله يكون في عونهم في الفتره الجايه، وربنا ان شاء الله يعديها على خير بعيد عن الرياضه، واتمنى يكون درس للجميع وناس اتعلمت منه. دي نقطه. بالنسبه لنادي الزمالك، لو انا قعدت متفائل بالنسبه لنادي الزمالك الفتره اللي جايه، وان الاحتقان اللي كان موجود يهدى شويه. اتمنى ده. شايف ان هو بدا يقل؟ هو مش حاجات بدا يقل، احنا ما في يعني، مفيش طبعا، مفيش يعني كاد يكون انتهى الاحتقان اللي موجود حتى على سؤال الاعلام. هات لي زملكاوي وهات لي اهلاوي. يعني دلوقتي الدنيا هاديه، مفيش حاجه. انا عايز احكي لك على موقف حصل معايا انا والكابتن حسن شحاته وكريم. هنا بنتكلم على قامات الزمالك. نازل من مكتبي فلقيت عربيه واقفه، انا عايز امشي وهي واقفه مش عارف امشي، فببص لقيته كريم، فنزلت من العربيه لقيت كريم نزل وكابتن حسن وسلمنا على بعض. وحاجه يعني عارف انت، الحوار اللي دار حتى لمده كام بيوري الاحترام المتبادل. صحيح. وهو ده اللي مفروض. مع ان انا كنت اول مره اشوف الكابتن حسن شحاته، بس تتخيل انا كنت مبسوط ازاي باستقباله وبكلامه. وطبعا كريم انا بنتكلم من وقت تاني، ف يعني عايز اقول لك ان هو ده اللي مطلوب في الوسط الرياضي وبره الوسط الرياضي، ان يكون ده اللي موجود. لكن اللي كان موجود قبل كده كان تقليل. وانا لما اسمع الرئيس بيتشتم ومش عارف، انا مش هلعب مش عشان بس ما اقولش حد بيلعب بالجمهور، لما اسمع الرئيس يتشتم وكل شويه مش عارف مين، وده يرد وده يعمل، والقنوات ترد على بعض، ما مش رياضه. لا قناه الاهلي ولا قناه الزمالك، انا بكلمك بكل صراحه، مش رياضه. طيب حلو، انت دلوقتي يعني اتكلمت وقفت عند نقطه مهمه جدا، وانا عارف انك صريح بتتكلم بما يرضي الله، فعايز اسالك على موضوع تقول لي رايك فيه بشكل عام بعد المباراه. لا خالص بالعكس، يعني موضوع اعتقد ان هو انتشر في الفتره الاخيره، ما حدش عارف مين اللي غلطان، هل الجمهور السوشيال ميديا غلطان، هل اللاعب هو اللي غلطان. محمود عبد الرازق شيكابالا من اللعيبه اللي انا شايفهم من اكتر اللعيبه الموهوبه اللي جت في تاريخ الكوره، لكن العلاقه متوتره بينه وبين جمهور النادي الاهلي بعد مباراه السوبر او دوري ابطال افريقيا الاخيره. يمكن كان في بعض اللافتات من احتفالات الجمهور الاهلاوي، البعض مش الكل، الكلمه دي مهمه جدا، كانت في اساءه لمحمود عبد الرازق الشيكابالا. فانا عايز اعرف رايك في موضوع الشيكابالا وتقول لي رايك بامانه وبصراحه، انا عارف ان انت راجل صريح. طيب في شقين، شق خاص بشيكابالا وحاجه خاصه بالجمهور. بس قبل ما اقول لك كده عايز احكي لك موقف على بيني وبين شيكابالا في 2000. المئويه بتاعت الاتحاد السكندري كانت امتى؟ 2014. تمام تعشينا سوا ليله ماتش، كانت اول مره اقابله وانا في امريكا، كان وكيله بعت لي، كان عايز هو يوديه في مكانه وكده، وانا ليا علاقاتي فاتصل بيه عشان لو كلم حد ولا بتاع مش عارف ايه. فهو انا اعرف شيكابالا من يعني ايه، من فتره. بس كان اول مره اقعد معاه. قبلها انا ما كنتش بحب شيكابالا، انا بكلمك بصراحه ما كنتش بحبه. كنت بسمع يعني الحاجات اللي في الاعلام، كنت بتضايق انا كواحد اهلاوي، انت يعني انت بتستفزني ليه؟ الحاجات اللي انت بتعملها دي مش عارف. اما قعدت معاه طفل قلب طفل
شاب طيب جدا وانا حبيته بيها في القعده جدا وبعيد عن الكوره ولا تعصب ولا غلط ولا اي حاجه واتناقشنا وقعدنا. انا يوميها قلت لا ده شخص تاني غير اللي انا بشوفه في الملعب خالص. تمام كونت فكره تانيه عنه وانا قاعد عادي بس عايز اكلمه في حاجه. بدل ما انت خدت فكره ان انت شخصيه عامه او لعيب لازم تفهم ان في يوم حلو وفي يوم وحش. لازم تفهم ان جمهور الكوره يعني ما ينفعش تخش في حرب مع جمهور انت الخسران. انت خسران. انا ماشي من كام يوم كده بعد بطوله افريقيا في واحد عمل لي انت والاهلي او مش هاتم هنزل اضربه؟ لا طبعا. بصيت له كده مش كملت ماشي لانه قصاده ناس كتيره محترمه وناس كتيره فاهمه. فانت يا شيكابالا ما ينفعش تحت اي بند انك بعدين تعالى هنا تعالى نشوف مواقف شيكابالا الاخيره. انت عاجبك الموقف بتاع السوبر؟ انت بص معلش انا اسف انت لازم لا موقف السوبر ده كان موقف اكيد طبعا هو لو اتكرر 100,000 مره ما اعتقدش ان هو يعمله مره ثانيه. واللي قبله؟ لا طبعا. واللي قبله؟ شيكابالا شيكابالا تفتكر شيكابالا ليه بيروح للحته دي؟ يعني دايما بيروح والجمهور اللي عمل كده جمهور غلطان واحنا في الحته دي رافضينها تماما له كل الاحترام مننا. بس ماتش السوبر كان الاحتفال اوفر شويه. ليه؟ صح؟ انا بسالك ليه يعمل حاجه زي كده؟ ايه؟ يعني انا يعني ايه الفكره انك تعمل لجمهور ايه ومستني ايه؟ مستني رد يسقفوا لك؟ لا طبعا ما هي هيغلطوا ودي النتيجه فانت مشارك فيها. لو عايز تقول الحق انت يعني مشارك فيها. يعني شايف ان دي يعني تراكمات ورواسب بين الجمهور وبين شيكابالا؟ بص شيكابالا لو يلعب بس كورته وما ركزش مع الجمهور الاهلي ولا غير الاهلي ولا الكلام ده اعتقد كان زمانه في مكان تاني. لكن شيكابالا غلطان غلطه كبيره جدا ان هو مركز مع الجمهور. ما حدش فينا في مصر لما جاب الجون بتاع افريقيا قال جون جميل جدا وحتى من اهلاويه كتير الله جون جميل. لما جاب جون في الكاس بتاع قبل النهائي كان جون حلو جدا. ما تركز في الملعب. انت ضيعت ما فيه الكفايه تركز في الملعب. يعني انت بتحمل شيكابالا جزء الاثنين الجمهور بس انا بقول ان هو بعض من جمهور الاهلي. لا معلش انا اسف انا هنا ما بتكلمش على جمهور الاهلي. انا بكلمك على اللي غلط. الجمهور اللي غلط. وتاني حاجه معلش مره تانيه انا فكره ان انت تبقى لعيب كوره وترد لمجرد ان انت اتشتمت على كده كل اللعيبه هتشتم. كل اللعيبه هتشتم. معلش انا اسف انت جماهير الزمالك نفسها في وقت من الاوقات هجمتك. واخد بالك؟ حتى ما ينفعش ترد لا على جمهورك ولا الجمهور التاني. انا بصراحه يعني العقليه في مصر تفكيرها بيبقى انا يعني واحد زي شيكابالا لما تقعد معاه انا لما قعدت معاه شخص تاني غير اللي انت شفته على انا عارف عشان كده انا قعدت انت قعدت معاه انا يعني قلت انا مستخسر ان دي تبقى العلاقه طيب جدا فوق الوصف. انا قلت لك انا لما قعدت معاه انا قلت ده شخص تاني غير اللي انا اعرفه اللي انا بسمع عنه خالص. فانا وانا قاعد بتفرج على الهواء انا حزين اللي هو بيعمله ده. ليه؟ وبعدين في نقطه في جمهور كتير بيفهم في الكوره بيقدر اهلاوي بيقدر موهبته. طيب عايز اخرج معاك كده بالمناسبه لما بتخش في حرب مع الجمهور فانت الخسران طبعا مقفول طبعا وبتخسر التعاطف. لا واهم من كل دوت انت شيكابالا عليك عامل كبير جدا لان لعيب بص عماد متعب ابو تريكه وائل جمعه الاسماء الكبار حازم امام الاسماء الكبار دولت لما بيتخشوا في شده مع الجمهور المنافس بيخلي كل الجمهور وراه وبيدخل الجمهور مع بعض في مشاحنات. فانت لازم تبقى مسؤول. لازم تفهم انك شايل مسؤوليه حب جمهورك انت ليك انك انت ما تعملش تعصب بين الجمهورين. هي اوريدي موجوده عشان بس مش بالزياده يعني. طيب دلوقتي النادي الاهلي حقق الثلاثيه مرتين في تاريخه. تمام. 2006 و2020. تمام. 2006 طبعا اعتقد ان الكابتن عادل القيعي والمهندس عادل القيعي هو كان وحش الصفقات في الوقت اللي طبعا اللي طبعا اللي طبعا كنا بنشوفه مع مانو جوزيه وامير توفيق هو فقط في 2020. تمام. فهم الاثنين اصحاب الثلاثيه في الوقت الحالي. هل هيثم عرابي كان يتمنى ان هو يبقى موجود في الوقت اللي الاهلي بيحقق فيه ثلاثيه؟ انا موجود. انا قاعد قدامك. قاعدين بنتكلم على الاهلي بره ولا جوه انت فخور وفرحان. مش مختلف. في المنصب كنت اتمنى انك تبقى موجود في مديريه تعاقدات والاهلي بيفوز بثلاثيه بتتكرر كل كام سنه والاهلي بيحتفل وجماهيره بتحتفل والدنيا كلها زي ما انت شايف حلوه واحتفالات وسوبر افريقي كمان جاي على فكره. الاهلي ممكن كمان يكسب ان شاء الله. ان شاء الله يعني شايف الاهلي ممكن يكسب ان شاء الله. ماشي. خمس بطولات ان شاء الله. سوبر المصري؟ اه. طب كاس عالم انديه شايفه ايه؟ لكل مقاومه يعني لا محتاج يعني شايف محتاجة. مركز؟ عندي امل في نتخطى نوصل للنهائي ما تفهمش بس محتاجه شويه تغييرات. محتاج الاداء يرجع احسن من الاول. بس انا عندي امل لما اللعيبه تاخد نفسها شويه لان كان في ضغط. خلي بالك اللعيبه كانت مضغوطه في حته ثانيه خالص الفتره الاخيره. بس ارجع لسؤالك عشان ما حدش يقول ان انا هربت منه. والله اللي هقوله دوت لا هو مثاليه ولا هو حاجه بس هو ده من قلبي بكل امانه. انا خدت اكتر ما استاهل من النادي الاهلي. انا مش طماع وانا راضي تماما بالحته اللي انا فيها دلوقتي وبتجربه بالاس
وسعيد جدا ان انا مشجع للاهلي وقاعد انا لعبتي كنت زي الطفل معاهم. في فيديو ما اعرفش عندكم ولا لا واحنا في الفندق وانا بشجع الاهلي الفرحه طالعه من قلبي. عملت ايه بعد ما قفشه جاب الجون؟ الفيديو موجود بنزله على اليوتيوب. انا فوجئت ان الكابتن صلاح مصوره واللعيبه مصوراه كاننا اهو اهو ده في الفندق ده عيده على عصمت اللعيبه بتاعت ده بعد الماتش؟ ده بعد الماتش ضحفني قاعدين بنحضن في بعض عوام فوق بص اليوم ده ما شفتش صالح موسى ولا الحصري كانوا في وضع الكابتن احمد كانوا في وضع تاني خالص الله يكون في عونهم يعني قعدنا ننكش في بعض. طب كمل لي عايز ارجع لك لامير ربنا ما بيديلكش كل حاجه انت شاب جيت في 2015 اشتغلت في وقت صغير 9 شهور وربنا كرمك بحب الناس في الشارع واحترام ممكن ناس تتعب سنين عشان توصل له اطمع فيه اكتر من كده لما بمشي في الشارع اقول لك هيثم بتاع الاهلي اهو مش هيثم عرب هيثم بتاع الاهلي اهو الاسم بيجي بعد الاهلي فاكون شاكر واكون محب جدا للنادي وما عنديش حتى فكره الطموح ان لازم الاهلي يخسر عشان خاطر امير يمشي عشان انا ارجع الحوارات اللي بدير احيانا على السوشيال ميديا والافلام الهندي اللي بالنسبه والله طب اقول لك على مفاجاه ما اعرفش انا قلت لك قبل كده انا امير توفيق حد وصلني ان هو كان يعني كان زعلان من حاجه نزلت فتقريبا حد من ولاد الحلال قالوا ايه ممكن يكون هيثم وراها انا رفعت على الواتساب بعت له رساله 3 دقايق قد ايه انا في ظهرك وانا وراك وانا مقتنع جدا ان انت ربنا يكرمك وربنا يوفقك وانا بحترمك وبعزك ولو في اي حاجه الباب مفتوح تعالى قول لي لو في اي حاجه مزعلاك او الكلام ده كله رد عليا ومش اي حاجه انا اللي سبقت في ده وما كرامه ما خدتنيش ولا انا ما خدنيش ليه مش عايز حاجه انا عايز مصلحه النادي الاهلي فحبيت ان هو يشتغل براحه ان انا ابعت له رساله زي كده واقول له لا انا في ظهرك اوعى تصدق اي حاجه انا على فكره مش عايز اي حاجه من النادي لا بنزل انتخابات ولا عندي امل بقول لك انا ماشي في مشروعي اهو يعني ما فالسؤال فكره ان امير هو اللي موجود لو اي حد موجود انا مش فارق معايا اهم حاجه ان الاهلي خد البطوله يعني. انا نفسي بقول لك انا بشكر امير على صفقه بدر بنون ربنا يوفقه بس بدر بنون طاهر محمد طاهر احدث الصفقات اللي موجوده للنادي الاهلي انا عايز اعرف رايك في بدر بنون بعد ما موسيماني اخذ الريسك اللي هو الطبيعي في كره القدم انه يلعب بدر بنون في اول المباراه ليه يكون نهائي كاس مصر كمان عايز اعرف رايك في طاهر محمد طاهر يعني صفقتين اعتقد مهمين جدا خدت بالك حاجه في بدر امبارح بيبني الهجمه مدافع لعيب كوره وحاجه محترمه حتى ضربه الجزاء اللي سجلها كضربه جزاء واحد معلم يعني تحفه فانا مبسوط جدا بيه طاهر محمد طاهر هو مستقبل لعيب كبير ومحسن صلاح محسن انا هتكلم معاك على لعيبه المعارضه بس خلينا نتكلم على صفقتين الاهلي يعني تعاقد بيهم واحد من المقاولين واحد من الرجاء شايف ان الاثنين دول اللي هيشيلوا الرايه بعد الناس اللي موجوده دلوقتي دول اللي هيكمل دول اللي انا هقعد معاك بعد كده ان شاء الله واقول لك مش قلت لك البطوله الرابعه اهي البطوله الخامسه اهي السادسه اهي ناس بتسلم ناس والاداره بتختار صح واللجنه الفنيه ماشيه كويس جدا يعني طب خلينا نلعب دور الجمهور واسالك سؤال هل لو انت من مكان الاداره او ليك الحق في اختيار واحد من الاثنين يخرج من القائمه بادجي ولا جيرالد يخرج مكان بدر بنون تختار مين الاثنين طيب لو واحد تختار مين بادجي طيب شايف بادجي ليه ما نجحش مع النادي الاهلي هل كان اختيار من الاول غير صحيح ولا اختيار مش محله ولا لاعب جه في بيئه مش بيئته ممكن كل ده كله انا ما عنديش الكواليس بس كل ادره لك ان هو مش انت شفت لا مش بادجي مش اللي هو على قد طموحنا واقول لك بامانه كمان جيرالدو كمان يعني حط الاثنين في نفس انا عايز اتكلم الاول على بادجي بادجي انت شايف ان هو اللاعب اللي يخرج الاول عشان بدر بنون يبقى موجود مكانه هو لاعب لو سيرينو جه طبعا جيرالدو لا يخرج ما فيش فيها نقاش ولكن هل انت شايف ان سير عدم تالق جيرالدو هو كمان الفتره الاخيره هو لاعب مش بكواليتي النادي الاهلي جيرالدو لا خالص يعني ما كانش مؤثر في الماتشات المؤثره هو لعيب سريع لك غير مؤثر هو لعيب غير مؤثر بالمره في الفرقه يعني انا مش فاكر له اي ماتش اثر فيه حاجات انديفيدجوال حاجات بسيطه كده هنا وهناك بس مش اللعيب الافريقي اللي يجي الاهلي دوت لازم طيب هيثم ايفونا يمكن راح الصفاقس فري ترانسفير للاهلي ما دخلش في الصفقه وحاول يتعاقد مع ايفونا ما اعرفش اي اسباب وما حاولش اتدخل من بعيد ولا من قريب شايف ان ايفونا ممكن الاهلي شايف لو انا شخصيا موجود هفكر 1000 مره لان ايفونا محتاج يقف على رجله الاول يعني القرار الاهلي سليم مش اي حاجه بس في نقطه ايفونا كان ممكن يجي الاهلي ويطلعوه اعاره يقف على رجليه انا بقول لك ايفونا لو اربع شهور بس واقف على رجليه الموضوع عنده تحدي غير طبيعي على فكره عندي فيديو هبعته لك ساعه بطوله افريقيا فتحنا بعت لي فيديو قد ايه مبسوط مبروك كونجراتيوليشن مش عارف ايه
كانه اهلاوي. ما هو اهلاوي. اه والله العظيم حاجه غريبه جدا. حاجه غريبه جدا يعني حاجه انا حتى قعدت اضحك وفتحت الفيديو مع اللعيبه بتاعتي شافوه الكلام من ده كله في الاوضه اليوم اللي قبلها ويعني بيحب النادي. عايز اتكلم معاك عن اللعيبه اللي رجعت من اعاره، يعني عندنا كذا لاعب يمكن محمد شريف شايف ان احمد ياسر ريان ممكن يبقى المهاجم الرئيسي للنادي الاهلي؟ اي لازم ياخد فرصه. لازم ياخد فرصه. غيره خد الفرصه. غيره خد الفرصه. مروان عشان اخد الفرصه. انت مش مقتنع ده خد الفرصه وزياده. بص انا ضد ان انا اقصر نفسيا على لعيب، وخاصه ان احنا عندنا لسه بطولات والدنيا داخله والكلام ده كله، بس انا مش شايف مروان خالص. يعني انا اللي انا اعرفه عن مروان في بره الملعب شخصيه كويسه وشخصيه جميله وابن ناس جدا ومحترم والحاجات دي كلها كويسه جدا، بس هو غير مؤثر في الاهلي بالمره. بس الماتش اللي فات كان كويس تحركاته. صلاح محسن هل انت شايف ان شادو سترايكر يقدر يلعب سترايكر مع النادي الاهلي او يقدر ان هو يحل محل مروان محسن؟ علامات استفهام كبيره على صلاح. ليه؟ بص برضه متألق مع سموحه. هل صلاح شفت الاهلي مختلف يا جماعه؟ كنت لسه هقول لك. هل الضغوطات بتبقى على اللعيبه بتاثر عليهم في الملعب؟ مليون المية. مليون المية. شفت الاهلي مختلف. بس مفيش جمهور. مفيش جمهور في الملعب ياثر على اللاعب. هي سؤال، اللعيبه اللي كسبت افريقيا امبارح دي مش كانت بتلعب في انديه ثانيه؟ كانت لا سوري مش امبارح، الاسبوع اللي فات. تمام. مش كانت في انديه ثانيه؟ كلهم بطولات. وهي نفس اللعيبه. وفي ال 30 لعيب ولا ال 25 لعيب يعني في ناس بتحولت لسحر الاهلي والتيشيرت بتاع الاهلي، وفي ناس ثانيه مستحيل تدي، ما تقدرش على الضغط. الفكره مش الجمهور. المسؤوليه اللي انت بتقابلها في الشارع، اللي بتقابلها في الاعلام، اللي بتقابلها لما تطلع تلفزيون، اللي بينك وبين نفسك وجواك وانت عارف شايل مسؤوليه تيشيرت الاهلي هتتحاسب عليه. فكره انك انت تبقى تحت ضغط متواصل طول الوقت، انك انت تبرفورم او انك انت تأدي اداء ما فيهوش فيه غلطه، مش اي حد يقدر يستحملها. العامل النفسي والسيكولوجي بتاع البني ادم مش اي لعيب يقدر يستحملها، اللعيبه الكبار فقط لا غير، ونوعيه او اللعيب البارد. في لعيبه كده بتبقى صحيح، لعيبه ما يفرقش معايا حاجه، مش بلعب تحت اي ظرف من الظروف. طيب دلوقتي انت عندك لعيبه راجعه من اعاره، عندك ناصر ماهر هيلعب ولا مش هيلعب؟ عايز اعرف رايك. احنا قلنا على صلاح محسن خلاص، عندك اكرم توفيق، محمد شريف، ثلاث لعيبه اعتقد ان هم تالقوا لما كانوا موجودين، واحد في سموحه وواحد في الجونه وواحد في امبي، قادرين على ان هم يتالقوا ويلعبوا اساسيين، ولا المكان بالنسبه لهم هيكون لبعض منهم والبعض منهم لا؟ الفرصه، بص انا اتعلمت حاجه في الاهلي الفتره الاخيره تحديدا، ومع فكره اللي من غير جمهور والجيل الجديد والكلام ده كله، صعب تحكم على اي حاجه قبل ما تنزل الملعب. الاهم من كل ده حاجه، انت عارف انا مبسوط ليه؟ لان دي هتخلي روح التنافس. احنا الفتره اللي فاتت كان في لعيبه حجز اماكنها يا عمر، وده انا بالنسبه لي مش حابه خالص، يعني لان في لعيبه محتاجه زي ما بقولوا كده يبقى في المكان واحد واثنين عشان تحس ان هي لو ما ادتش لا في بديلك، في غيرك هينزل. فانا مقتنع ان لا، اللعيبه هتاخد، شريف هياخد فرصه، اكرم اكيد هياخد فرصه، مين تاني انت قلت الاسم بتاعك؟ ناصر هياخد فرصه. شريف شايف ان هو اكثر واحد مبشر فيهم بما انه تالق ان هداف الدوري الموسم الماضي مع عبد الله السعيد. افكرك بالشيخ لما طلع كان هداف الدوري مع مصر ورجع ما كانش فيه توفيق. استنى ما نحكم، شريف لعيب هايل، بس استنى لما نحكم. طيب. استنى لما ينزل ملعب. اخر سؤال عايز اسالك عليه وترد عليه عشان اختم بيه، والختام يكون ختام مسك ان شاء الله. اوعى تقول لي دن 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 تاني والحاجات دي. خلاص هو سؤال واحد. بيراميدز بعد الصفقات دي كلها قادر على انه يفوز بلقب بطوله الدوري؟ لا. قولا واحدا لا؟ باللعيبه كلها اللي موجوده، حتى في وجود احمد الشيخ، رمضان صبحي، احمد فتحي، حبيبي يا ابو حميد انت عارف، وشريف اكرامي كمان حبيبي الاثنين انا بحبهم جدا. بس لا الاهلي ان شاء الله هياخد البطوله. طيب هي نفسه. طيب رتب لي كده الموسم اللي جاي، مين اول تاني تالت رابع على يعني الوضع اللي احنا فيه ده؟ اهلي، بيراميدز، زمالك، مقاولين ولا اتحاد ولا سيراميكا؟ انا بحب منى حاز جدا وبحب شغله جدا وطموحه، فممكن لا الفرق سيراميكا لسه، بس جابت لعيبه ممتازه ماشي، بس اما تاخد وقت لا لسه لا 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 لا, لا مش للرابع يعني، هي ممكن هتخش في وسط الجدول بس مش ان هي تنافس على البطوله، بدري شويه واخد بالك. بس خلي بالك في نقطه مهمه جدا، الطموحات عند بيراميدز في الاول هتبقى موجوده وهتنافس، هم النفس الطويل والاداره بتدير ازاي. اصل خلي بالك الكوره مش كوره ملعب بس، الكوره لا ملعب بس ولا فلوس بس، كوره ملعب وفلوس واداره، لان انت ممكن تاخد قرار واحد تهد الفرقه، هي دي المشكله واخد بالك. فعشان كده بقول لك، هل انت واثق في اداره بيراميدز ان هي هتدير المنظومه للطريقه الصح ان هي توصلهم؟ هو ده السؤال اللي احنا هنجاوب عليه السنه الجايه. هيثم انا بشكرك كالعاده، دايما بتكون موجود معايا، تتكلم في كل المواضيع بكل حياديه بكل منطقيه بكل شفافيه،
اتمنى لك التوفيق على المستوى الشخصي مع نادي بالاس. احنا كلنا في ظهرك، كلنا بندعمك، انت صديق عزيز وشخص لينا كلنا، ونادي بالاس من الانديه اللي هندعمها عشان تبقى موجوده السنه الجايه ان شاء الله في دوري الدرجه الثانيه. ان شاء الله ارجع العب بقى عمر. ان شاء الله انا جاهز. معاك فلوس؟ انا جاهز حبيبي. اشكرك يا هيثم، شكرا جزيلا. شكرا عمر، شكرا. بس انا مع حضراتكم لنهايه الفقره الاولى بعد التقرير اللي جاء معانا، تقرير عن بطوله السكواش، بعديها هنروح للكابتن احمد سامي المدير الفني لنادي سموحه علشان يتكلم معانا في موضوعات مهمه جدا. هنروح له بعد تقرير السكواش وبعد الفاصل، خليكم دايما معانا. مصر دائما تستطيع، وخاصه في مجال الرياضة، وخاصة أيضا في رياضة الاسكواش. يا رب دايما مصر رائدة في ذلك المجال. وإحنا النهاردة في نادي بلاك بول للاسكواش هنشوف تحضيراتهم للبطولة العالمية والإجراءات الاحترازية. خليكم معانا عشان تشوفوا كل جديد. كلمنا شوية يا فندم عن بطولة العالمية الاسكواش، جات لكم الفكرة ازاي؟ ايه اللي خلاكم تقرروا انكم يعني تعملوا بطولة عالمية في النادي بتاعكم؟ هو في الحقيقة احنا عمر النادي لم يتجاوز الثلاث سنوات، يعني لسه ما كملناش ثلاث سنين. في خلال الثلاث سنين احنا نظمنا، دي هتبقى رابع وخامس بطولة بينظمها نادي بلاك بول. البطولة بتضم لاعبين المحترفين، بيتم تنظيمها بالتعاون مع الاتحاد المصري للسكواش، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع منظمة اللاعبين المحترفين، وطبعا مجموعة الرعاة اللي بيرعوا هذه البطولة. احنا طبعا بصفتنا ان احنا من اكبر الانديه المصريه اللي بتضم عدد ملاعب سكواش كبير جدا، 19 ملعب سكواش. النادي بيضم السنتر كورت او الملعب الرئيسي اللي بتقام عليه البطولات، وده موجود اندور، ودي حاجه بيتميز بها النادي. الفكره جت من ان احنا محبين للرياضه بشكل عام والسكواش بشكل خاص، داعمين لهذه الرياضة، ونتمنى في يوم من الأيام أنها تكون لعبة أولمبية. مصر دائما تستطيع، وخاصة في المجال الرياضي وبالأخص في رياضة السكواش. من نادي بلاك بول للسكواش اللي بيحضر بطولة عالمية بيضم فيها دول كتير، ومنها مصر طبعا بتشارك لأنها الدولة الرائدة في تلك اللعبة. هنشوف بعض اللقاءات وبعض اللقطات من داخل الملعب، خليكم دايما معنا. برحب باللاعب الشاب احمد وائل، لاعب الاسكواش اللي ان شاء الله هيكون من ضمن الناس العالميه اللي بتحقق بطولات لمصر وبترفع اسمها. برحب بيك يا احمد، ايه الاخبار؟ الحمد لله. والله دلوقتي انا متحمس جدا ان احنا نلعب بطوله زي دي، وبنتمرن ان احنا نعمل احسن اداء نقدر نعمله ان شاء الله. وانا والتيم بتاعي بتاع بلاك بول كله شغالين، ونحط الجيم بلان ان شاء الله اللي هلعب بيها في البطوله، وان شاء الله بنحسن كل يوم عن التاني في التمرين، ونسرع رتم اللعب عشان نلعب مع الكبار ان شاء الله. كلمني كده احمد شويه عن البطوله، ناوي تعمل ايه؟ ايه هي خطتكم في النادي هنا؟ هل عايزين تاخدوا مركز اول؟ هتعملوا ايه بس؟ طبعا هنا في النادي البطوله دي مش اول مره تتعمل، اتعملت مرتين قبل كده، والبطوله بتتنظم كويس جدا عن طريق نادي بلاك بول. انا الحمد لله جالي الشرف اللي هو اللي يخليني يديني فرصه ان انا اخش بطوله زي دي. كلميني شوية كده عن البطولة، وإيه استعداداتكم للبطولة؟ وصلت لحد فين في التمرين؟ جاهز تجيب لنا ميدالية ولا لأ؟ كلميني شوية عن حياتك. الحقيقة طبعاً البطولة دي من أكبر البطولات اللي عندنا في السنة. أنا فخورة جداً إن أنا بلعب باسم نادي بلاك بول، هو النادي بتاعي، وإن هو عامل بطولة دولية زي دي خامس أو سادس بطولة دولية يعملها. في الوقت كمان الكريتيك اللي إحنا فيه ده، فطبعاً حاجة أفتخر بيها جداً بلاك بول قدر يحط لنا بطولة في الوقت ده. وهي زي ما قلت حضرتك هي واحدة من أكبر البطولات عندنا في السنة، فاستعداداتها مهمة زي أي بطولة تانية. بقالنا فترة كبيرة كان عندنا جاب شوية ما بين آخر بطولة، فبقالنا ست أسابيع بنتمرن، فتقريبا كل اللعيبة جاهزة للبطولة دي، وأنا شخصيا برضو إن شاء الله جاهزة يعني. برحب باللاعبة الأمريكية أوليفيا، 13 عالميا، برحب بيكي برنامج نمبر 1. Hi Olivia, he's welcoming you in program number 1, the word number 13. شكرا أوي. شكرا أوي. أنت بتعرفي مصري؟ أنت علمتيها مصري؟
اوليفيا بقى جت تقعد معايا كذا مره وطبعا اكيد علمتها شويه مصري يعني. اوليفيا بتحب تتمرني في مصر؟ Do you like training here in Egypt? I love it. I think it's wonderful. It's very competitive. I mean, the majority of the top players in the world are here. So just to be in this environment and to get to train and watch those other players is incredible. Also, I love staying with Salma. انت كنت بتتكلمي معايا قبل التصوير ان سواقة سلمى مجنونه، ليه بقى؟ He's asking you what do you think of my driving. Like you were talking to him about my driving here in Egypt and is it crazy or I drive safe? Safe. انت كنت لسه بتقولي لي just crazy. It's terrible. I mean honestly most of the time I have to shut my eyes and just and pray. Please get me there safe. Welcome to I know, seriously. It's the truth. كلميني عن استعداداتك للبطولة. Talk about your preparation for this tournament. Yeah, I just got in to Egypt the other night. I was actually in Pakistan playing an exhibition event beforehand. But now it's just going to be a matter of trying to get myself feeling physically very fresh. Me and Salma will be doing a practice match and I'll have other practice matches throughout the weekend leading into the event as well as trying to get into the gym. I personally love the treadmill so I do a lot of running on the treadmill before I play as well as core and a lot of mobility work. A lot of it is less the amount of time but also more intense with more rest and recovery. That's kind of the goal for the next couple of days. هي بتقول ان هي كانت في باكستان قبل ما تيجي هنا مصر كان عندها بطولة استعراضية. دلوقتي اليومين اللي قبل البطولة بتتمرن هنلعب مع بعض دلوقتي ماتش بتستعد بتعمل عندها شوية تمارين بتعملها في الجيم الاستعدادات اللي قبل البطولة بتبقى بتقول ان هي وقتها قصير بس بتكون انتنس وفيها راحات كبيرة فده بيساعدها ان هي جسمها يحس ان هو فريش وريدي ان هو يكمبيت في البطولة ماتشات يعني. زي ما شاهدتم معنا نادي بلاك بول للسكواش بيحضر بطولة عالمية بيشارك فيها أكتر من 18 دولة منهم أو أكتر اللاعبين مصريين. شفنا زي ما شاهدتم معنا شاهدتم اللاعب أحمد وائل واللاعبة سلمى اتنين من أبطال مصر القادمين إن شاء الله وبإذن الله هيحققوا لنا البطولة العالمية ويكونوا من أبطال العالم. خليكم دايما معانا عشان تشوفوا كل جديد. بشكركم شكرا جزيلا وإن شاء الله نتقابل عن قريب. لينا الكرام متابعي قناة النهار وبرنامج نمبر 1 في كل مكان من هنا من داخل محافظة الإسكندرية عروس البحر المتوسط وبالتحديد من داخل نادي سموحة حيث لقاء خاص مع الكابتن أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة. برحب بك يا كابتن أحمد وسعيد بوجودي معك النهاردة وخليني أبدأ معك عايز أعرف من حضرتك الاستعداد للموسم الجديد وبدأته إزاي ووصلته لإيه؟ يعني إحنا يعني خلصنا الموسم كان مضغوط جدا وبرضه كان موسم طبعا الفترة بتاعت الدور الثاني ده كانت استثنائية كان كل 3 أيام ماتش وبعدين خلصنا الموسم الحمد لله ربنا كرمنا وفنشنا بترتيب كويس طبعا مفيش فرصة دوري على طول فمدينا حوالي أسبوع راحة طبعا كان في مجموعة في المنتخب سواء محترفين أو من الفرقة زي حسام حسن وأبو الفتوح وكان في برضه منتخب اولمبي كان في كذا لعيب فاشتغلنا بالناس اللي موجوده بدانا فتره اعداد والحمد لله يعني ماشيين بشكل كويس. عايز اعرف من حضرتك طبعا فتره الاعداد بيبقى تخللها مباريات وديه عملت مباريات وديه للفريق؟ يعني اشتغلنا مع فرقتين تسبيه وبعدين عندنا لسه بقيه ماتشات وديه عندنا بيراميدز ويعني ان شاء الله ماشيين يعني بشكل كويس انت عارف اللعيبه ما فقدتش كتير من المخزون البدني فيعني ما فيش فتره اعداد بالمعنى اللي الناس متخيلاها لان اللعيب عندهم برضو اسبوع ما فقدش كتير من المخزون البدني فيعني قعدنا فتره كبيره واللعيبه رجعت للياقه البدنيه بتاعت اخر الموسم. هتقدر تتعامل ازاي مع الفتره القليله جدا ما بين الموسم المنتهي والموسم القادم؟ والله انت لازم تبقى تفكر افكار لانك انت عندك برضو لعيبه جديده هتيجي موجوده معايا في الفرقه حته هي المقلقه حته الانسجام بس شويه هي دي اللي مقلقه بالنسبه لنا لان مفيش فتره تقدر اللعيبه فتره كافيه يعني في حته الانسجام مع اللعيبه القديمه فاحنا بنحاول على قد ما نقدر بنكثف الشغل من ناحيه تكتيكيه مع اللعيبه عشان الشكل الجماعي وان شاء الله يبقى في استجابه يعني.
عايز اعرف من حضرتك يا كابتن احمد، شفنا ان نادي سموحه تعاقد مع مجموعه من اللعيبه طارق الطاهر، رفيق كبو، عبد الكبير الوادي. عايز اعرف من حضرتك يعني مدى رضاك عن صفقات نادي سموحه. لا، هي صفقات كلها كويسه، وبصراحه باشمهندس فرج عامر يعني مش متاخر، يعني كل ما بنخش في صفقه بيبقى فيها الباب مفتوح ان احنا نكمل، هو بيدوس وبيوفر. لكن برضو يعني في الاخر انت في موسم استثنائي، حتى في الانتقالات فتره قليله، حتى الانديه اللي عايزه تخرج لعيبه بيبقى عندها حرص كبير جدا عشان تخرجها، فموسم انتقالات استثنائي برضو، كل واحد محتفظ باللعيبه اللي عنده بشكل كويس، وفي نفس الوقت المقابل المادي باستثناء نادي او اتنين بقى مختلف عن السنوات اللي فاتت. السنين اللي فاتت كان بتدفع بقى بال 20 مليون وال 30 مليون في اللعيب، دلوقتي ما بقاش فيه الكلام ده الا في اتنين انديه بس، او هما اللي طالعين من الدوري الممتاز بيه، طبعا عندهم امكانيات ماديه كويسه وبيحاولوا يعملوا، وده حقهم طبعا، بيحاولوا يعملوا فرقه تواصل في الدوري الممتاز، فهو فيهم ميزانيه مفتوحه اكتر من بقيه الانديه. يعني حضرتك اتكلمت عن اسعار الصفقات، احنا بنشوف دلوقتي الاسعار مبالغ فيها جدا، رايك ايه في الموضوع ده؟ انا بالنسبه لي هي اللعيب عرض وطلب، انت يعني هي شطاره من النادي اللي بيبيع، وفي نفس الوقت احتياجات للفرقه اللي عايزه تشتري، لو هي ارجنت قوي بتحاول تاخد اللعيب بسعر، لكن طبعا الاسعار مبالغ فيها بالنسبه لمصر. يعني انت برضو لما تيجي تتكلم على حواليك تونس والمغرب والجزائر ما بيدفعوش الارقام دي خالص، ارقام مبالغ فيها، ولازم يبقى فيها يعني انضباط في السوق، الانتقالات اللعيبه لازم يبقى فيه انضباط، ولازم تخضع لرولز، ما يبقاش فيه الموضوع مفتوح كده. في اخبار كتير اتقالت الفتره الاخيره ان الكابتن احمد سامي مش موافق على الصفقات، او في حاله من عدم الرضا على الصفقات اللي تعاقد معها نادي سموحه. راي حضرتك يعني الصحافه بتكتب كل يوم؟ لا، ما بص، طالما بقى الصحافه تكتب براحتها، ما فيش الكلام ده خالص بصراحه. الباشمهندس فرج تدعيم كامل ليا شخصيا وللفرقه، كلنا بنجتهد ان احنا نقدم حاجه احسن، سواء من رئيس النادي او احنا فنيا، لكن انا كل الكلام ده كلام مش مظبوط يعني خالص، ملوش دعوه خالص بالله. وبعدين كل الصفقات اللي انا بطلبها على قد امكانيات التفاوض وعلى قد امكانيات الفلوس احنا نقدر نجيبها، وما نقدرش لو في صفقه مبالغ فيها انا اللي برفض. عايز اعرف يا كابتن احمد منك ايه المراكز اللي محتاجه لسه تدعيم في نادي سموحه؟ انت عندك كواليتي لعيبه كويس، عندك فرقه كويسه، عندك قوام الرئيسي باستثناء لعيبه او اتنين من السنه اللي فاتت، انت بتحاول على قد ما تقدر قدرت تجيب كواليتي كويس يعمل اضافه نجيب، ما قدرتش خلاص. لكن المراكز عندي بشكل كويس باستثناء مركز او اتنين هنبتدي نشتغل فيه، بس انا مش هقدر اقول لك المراكز، يعني عشان مش هقدر اقول لك ايه المراكز اللي انا عايزها. مركز واحد؟ لا، ما فيش، هو بس هو مثلا عندي مثلا الطرهوني، وعندي لعيبه صغيره من ناحيه الشمال باك ليفت، طبعا ابو الفتوح موجود في الزمالك مش هيرجع تاني، الزمالك احتفظ بيه، عمل موسم كويس مع ناس، وقدر ان هو وقدر من خلال سموحه نادي سموحه ان هو يروح منتخب كبير، فاحنا ممكن يبقى في تدعيم في حته الباك ليفت. شايف مين في الدوري المصري ممكن يبقى موجود في سموحه او خارج الدوري المصري وانت محتاجه في ناحيه الشمال ده، شايف ان هو ده المناسب اللي يحل محل احمد؟ كل اللي انت عايزه تقدر تجيبه، يعني انت في بعض المراكز ان انديتها لما تبقى انت تطلبه بيبالغ في سعره، فطبعا وبرضه المركز باك ليفت مش كتير المصريين اللي يبقوا على كواليتي نادي سموحه، واللي انت عايزه ممكن نادي ما يبقاش عايزه، عايز يسيبه. كابتن احمد، هل في لعيبه سواء من الاهلي او من الزمالك طلبت التعاقد معاها؟ يعني الاهلي، بص، موضوع الاهلي والزمالك طبعا ابو فتوح كان نفسه احتفظ بيه، طبعا كان صعب، طبعا هم عايزين يبقى موجود، وفي نفس الوقت نادي الاهلي في لاعبين ثلاثه بس لسه نادي الاهلي ما قررش في بعض اللعيبه، احنا منها مجددنا اعاقته اللي هو الستوبر السنتر باك، يعني جددنا اعارته السنه الجايه هيبقى معايا من نادي الاهلي، لو نادي الاهلي قرر في حد تاني وشفنا ان احنا محتاجين هنخش فيه طبعا.
طبعا ناصر ماهر وصلاح محسن طبعا كانت من العناصر الاساسيه مع كابتن احمد سامي، شايف ازاي تاثيرهم بعد الرحيل؟ لا لعيبه مؤثره، وطبعا يعني طريقه اللعب كانوا اندمجوا فيها وصلنا لمرحله كويسه جدا من التجانس واللعب الجماعي. طبعا لعيبه زي دي لما بتتحرك طبعا بيبقى في تاثير، بس ان شاء الله باذن الله نحاول على قد ما نقدر احنا نعوض المراكز دي. شفنا كابتن احمد خلال الفتره الاخيره عدد كبير جدا من لاعبي شمال افريقيا موجودين في الدوري المصري، سواء الاهلي او الزمالك او فرق الدوري بشكل عام، شايف ان دي حاجه ايجابيه ولا حاجه سلبيه؟ لا بص، الاحتراف انت المفروض دوري محترفين، ده انا بطالب ان هو مش يبقى اربعه بس، يبقوا سبعه. ما هو ده يعمل لك كواليتي للدوري، سواء من حتى التسويق فنيا والضيف، واللي احسن يلعب من المصريين. لكن حته ان انا بقى اصل عشان اللعيب المصري، لا، ما انت اللعيب المصري لو ما شدش حيله وموت نفسه في التمرين يبقى احسن من المحترف خلاص، وزائد ان انت بتضيف خبرات. لكن الطبيعي ان انت تفتح الاحتراف اكتر من كده، الطبيعي يعني من وجهه نظري الشخصيه. يعني شفنا طبعا القرعه بقى، وعايز اخد راي حضرتك في شكل القرعه للموسم الجديد للدوري الممتاز. يعني ما يعني كل الفرق بقت صعبه، ما فيش فرقه سهله. انا شايف حتى الناس اللي يعني الانديه اللي طلع من الممتاز، سواء البنك الاهلي او سيراميكا او المحله طبعا صاحب تاريخ كبير جدا واسم نادي كبير جدا، وان شاء الله يعني انا بتمنى لهم الخير والتوفيق ان هو يقدم موسم كويس، عندهم جماهير كبيره. والبنك الاهلي امكانيات ماديه كبيره جدا، هو وسيراميكا، واستقدامات اللعيبه بتدل على اللي انا بقول لك عليه. يعني في انديه مغايره 15 لعيب و16 لعيب، ارقام كبيره جدا يعني انت متخيل، وكلهم من اللعيبه المتمرسه في الدوري الممتاز، ويعتبر في منهم كلاس A، يعني لعيبه بفلوس كتير. الموسم القادم باذن الله للدوري الممتاز، شايف المنافسه هتبقى ازاي في ظل الصفقات اللي حضرتك لسه بتتكلم عنها، اللي كل الفرق عامله صفقات وكله عمل استقدامات للعيبه، شايف المنافسه هتبقى ازاي الموسم القادم؟ بص، هو ال 30 القايمه، ال 25 او ال 30 لعيب لازم يبقوا متقاربين، لان الموسم الاستثنائي كل 3 ايام ماتش السنه الجايه، لانه عايز ينهي في وقت معين، هي دي اللي هتعمل لك ازمه فنيه كبيره جدا. يعني كنا السنه اللي فاتت بنتكلم ان دور كامل كان كل 3 ايام ماتش واللعيبه مش قادره تستحمل، انت بتتكلم في موسم كامل، فانت عايز الشغل دبل، سواء فنيا او تجهيز لعيبه ما كانتش بتلعب. يعني كل القايمه اللي هتستعملها، مفيش فرقه في الدوري الممتاز لو هي معتمده على 12 13 لعيب لا هيحصل لها دروب كبير، لازم. وكمان من النواحي الفنيه، انت حته ثبات التشكيل هتبقى صعبه جدا في الدوري الجاي، لازم هتستعمل الفرقه كلها، ولكن اعتمادك على 14 15 لعيب هيعمل لك ازمه كبيره جدا في اي فرقه في الدوري الممتاز. هل ممكن نشوف بطل جديد غير الاهلي والزمالك الموسم القادم؟ لا صعب. طيب اخد رايك، اقول لك ليه. عندهم الاهلي والزمالك عندهم 30 لعيب الصفو، يعني انت بتتكلم في المدير الفني بيبقى عنده مساحه واسعه يتحرك فيها، غير بقيه الانديه. بقيه الانديه انت محكوم برضو في نفس الوقت بكواليتي وجماعيه، لكن النادي الاهلي والزمالك عندهم ارقام كبيره، لعيبه عليهم، عندهم احتكاك افريقيا، لعيبه دوليه سواء محترفين او مصريين، لعيب من اللي هم الصفوه. فحته الدوري ان يبقى فيه بطل مختلف، لا، الدوري محتاج استمراريه في الماتشات. الاستمراريه دي موجوده فين؟ في بعض الفرق بيبقى عندها استمراريه لوقت معين وبيحصل لها دروب في حته معينه، لكن الاهلي والزمالك عندهم استمراريه بشكل كبير، خصوصا برضو ايه، الاهلي بقى له سنتين عنده الاستمراريه دي في بطوله الدوري، فالاستمراريه دي موجوده عند الفرق زي الاهلي والزمالك. يعني بعد التعاقدات الكبيره اللي قام بها بيراميدز خلال فتره الانتقالات، شايف ان ممكن هتبقى المنافسه شرسه ما بين بيراميدز والاهلي والزمالك؟ بص، بيراميدز فرقه من الفرق الكبيره، فرقه كويسه جدا، وبيجيبوا لعيبه ما تقلش عن الاهلي والزمالك، بس برضو يعني بينافسوا لدرجه كبيره جدا، كانوا بينافسوا الزمالك على المركز الثاني لفتره كبيره جدا، لكن برضو في نفس الوقت يعني ايه، النهائيات نهائيات الدوري
النهائيات بتفرق. يعني حتة الإصرار عند اللعيبة إن أنا فنش في مركز معين أو أخد بطولة معينة، دي محتاجة إصرار كبير جداً على المستوى الفني من اللعيبة والمدرب والإدارة، يعني التلاتة مع بعض. ما يبقاش اللعيبة يبقى أنا يعني مصدر اللعيبة إن أنا بجيب أحسن لعيبة بفلوس كتير جداً، لكن الطموح عند اللعيبة مختفي، تبقى فيها مشكلة كبيرة جداً. فحتة التلاتة مع بعض هي دي اللي تعمل روح البطولة. حضرتك كنت قريب جدا من المركز الخامس في الموسم اللي فات. ده انا كنت من المركز الخامس. كنت قريب كنت قريب من المركز الرابع. ولكن ما حلفكش التوفيق. شايف يعني طموحاتك مع الفريق في الموسم القادم ايه؟ هو احنا اشتغلنا، انا يعني مسكت حوالي 9 ماتشات او 10 ماتشات. الحمد لله لمينا بنقط كتير جدا من فرق كبيرة وقدمنا اداء بشكل كويس. بس برضو المركز الرابع انا يعني انا اللي رحت للمقاولين مش المقاولين اللي خسر. يعني انا كنت رايح للمقاولين، لكن المقاولين عنده استمراريه من 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 اول الموسم بصراحه. يعني الكابتن عماد النحاس كان عامل شغل وقدر يستمر معاهم لغايه ما احتفظ بمركز يوديه افريقيا. فانا شايف ان احنا كان الوقت ما اسعفناش ان احنا ننافس اكتر مع المقاولين. هو احنا وصلنا له بس في ماتش كان فيه يا لا، لكن هو في الاخر كان الموضوع حتى لو انا كسبت كان الموضوع في ايد المقاولين مش في ايدي. يعني المقاولين لو خد بونت او كسب خلاص هو مركز الرابع احتفظ بيه. فانا شايف ان هم برضو من وجهه نظر الشخصيه كابتن عماد النحاس عمل معاهم شغل كويس وكانوا يستحقوا المركز الرابع. لو حضرتك يبقى عندك تخوف من شيء في الموسم القادم، ايه اللي ممكن يقلق كابتن احمد سامي؟ هو الماتشات صعبه والوقت مش كافي وفي صفقات. حته الانسجام زي ما قلت لك دي مهمه جدا بالنسبه لاي فرقه. مش يعني التغيير بشكل عريض وما عندكش وقت كافي للانسجام مع الفرقه ما ينعكس على الفرقه بالشكل الجماعي في الاداء، فده يعمل لك مشكله. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر. هي دي مشكله كبيره بس، وخصوصا كمان ان عندك القايمه هتقفل 6 الشهر الجاي. فانت ممكن يجي لك لعيب خمسه او 2 لعيبه في خمسه الشهر الجاي قبل القايمه بيوم مثلا، وانت عندك الدوري ما اعرفش هو هيتلعب يوم 11 يمكن او انا ما اعرفش الميعاد، لكن هيبقى قريب من عشان الدوري مضغوط. فانت اللعيبه مش هتقدر تخش بسرعه، تاخد وقت. قبل تطبيق الفار الكل اتكلم ان الفار خلاص هجاي عشان يحقق العداله التحكيميه. شايف ان الفار فعلا قدر يعمل يحقق المعادله الصعبه دي؟ لا، الفار حاجه مفيده جدا وانا بشكر اللجنه الخماسيه جدا، يعني اضافه كبيره جدا للدوري الفار، وانا شايف انها خطوه كويسه جدا. وحته العداله المطلقه دي مش موجوده في اي حاجه يعني مش هيبقى فار. يبقى يعني في طبعا العنصر البشري داخل فيها، فممكن اخطاء على حسب التقدير، لكن هي لو وصلت ان هي بتوصل للحاله وتقعد تدقق فيها وانت بتاخد قرار ماشي، دي حاجه كويسه جدا غير الاول. فانا شايف الفار دي اضافه كبيره جدا للدوري. عايز اخد رايك يا كابتن احمد في قرار اتحاد الكره بتقنين عدد المدربين في الدوري، يعني الفريق ما يمرنوش اكتر من 2 مدربين. ولو تسمح لي عايز اسال حضرتك سؤال كده. احنا شفنا ان يعني كان في كلام بيتقال ان من اهم الاسباب اللي ادت لموضوع تقنين المدربين ده ان كابتن احمد سامي قعد فتره قصيره جدا لمده 5 أيام مع طنطا وبعدها رحل لنادي سموحه. راي حضرتك في الكلام ده ايه؟ لحقتش اروح طنطا. يعني انا رحت يعني بالظبط 5 أيام لعبت ماتشين، ما اعتبرش رحت. يعني لعبت ماتشين وما يعني ما فيش عقود وما فيش حاجه. وبعدين انا طبعا فرقه طنطا فرقه كبيره وانا بكن لها كل التقدير مجلس الاداره برئاسه الاستاذ محمد فايز عليبي، لكن في نفس الوقت انا حسيت ان انا مش هقدر اعمل حاجه بس، لكن هي ملهاش علاقه. لكن حته التقنين بقى من قبل اتحاد الكوره في البتاع لازم في نفس الوقت تبص على المدرب وتبص على النادي وتعمل توازن في العقود عشان تشوف مصلحه ده ومصلحه ده. لكن تيجي تقول لك بشكل عام كده انا بقنن انتقالات اللعيبه بشكل عريض من غير ضوابط من هنا ومن هنا، لا يبقى عندك شك. فانت لازم تظبط الامور بالنسبه وتقنن الامور بالنسبه للنادي وللمدرب. يعني المدرب مثلا النادي حصل مش موفق والنادي عايز بالتراضي يمشيه، ماشي مفيش مشكله ان هو يديله عقده بقيه السنه لغايه ما يجيله عقد في خلال المده بتاعه التعاقد مثلا. دي حاجه. المدرب مشي وساب النادي من الناحيه الثانيه، لا
ما يقدرش يروح حتة تانية إلا بورق من النادي إن هو يروح نادي تاني في خلال السنة زي اللعيبة بالظبط. بس هي عايزة أمور قانونية ويتقعد مع المدربين ويتقعد مع رؤساء الأندية، ما يتحدش يجي يحط كده بشكل كده مفاجئ عشان يعمل فرقعة. دي هتيجي على حساب أندية وعلى حساب مدربين. الفترة الأخيرة شفنا التعصب زاد جدا في الكرة المصرية وخصوصا على منصات التواصل الاجتماعي، عايز أعرف من حضرتك إزاي نقلل حدة التعصب؟ بص يعني التعصب ده موجود من زمان والكورة كلها تعصب، يعني مش عايزين نضحك على بعض، في كل واحد متعصب لأنديته، لكن أنت بتوصل مدى قد إيه للتعصب. حتة التجاوز هي مرفوضة، لكن أنت مش هتعلم الناس إنها تبقى تحفظ النرفزة بتاعتها أو تعصبها، انت لازم يبقى فيه قوانين تمنع دي، يعني الرجع بالقانون مش بال ممكن كاعلام نوعي الناس نسيطر نحاول نوعيهم، لكن حته ان اللي يتجاوز يتعاقب هي دي مهمه جدا في التعصب. كل الناس بتعصب بره في الانديتها، لكن انت بتوصل للتعصب لانهي مرحله؟ مرحله ان انت تتجاوز في الناس وتعمل مشاكل، لا تتعاقب ويحصل لك مشكله قانونيه، لكن حتى بشكل عام كده لا نقدر نهدي الناس ازاي. لا كل الناس الاهلاوي اهلاوي والزملكاوي زملكاوي، لو حتى عملت له 500 برنامج انا بقلمك بكلمه صراحه متعصب لناديه، لكن انت في الاخر بتخضع لقانون بلد، عندك قانون بلد كبيره جدا مصر عندها قوانين قويه جدا، اللي يتجاوز هيبقى فيه رضع للقصه كده. كل واحد هيفكر ان يعمل مشكله، هو في دلوقتي في كل حاجه اللي بيعمل مشاكل على الانترنت في قانون الانترنت حاجه كويسه جدا، ممكن تعمل بلاغ الناس، يعني الناس بيحصل له مشكله بيحصل له قضيه بيحصل له قصه، فدي كلها دي القانون هو اللي يظبط القصه دي. خلال الفترات اللي فاتت كان دايما المدرب الشاب بيزعل او المدربين المصريين الشباب بيزعلوا ان هم ما بياخدوش فرصتهم كامله، يعني انا شايف يعني الفتره الاخيره كابتن احمد سامي ما شاء الله في سموحه، كابتن عبد الحميد بسيوني، كابتن عماد النحاس، هل شايف ان فعلا المدربين الشباب بداوا ياخدوا فرصتهم في الدوري؟ بص يعني ما انت عشان تاخد فرصتك المجال بتاع الكوره في مدربين كتير، عشان تاخد فرصتك لازم تشتغل وتجتهد وتواصل ومتزهقش عشان تاخد فرصتك، ما فيش حد بياخد فرصته، اصل الشباب ياخد فرصته فيجي واحد شاب يمسك، لازم تجتهد وتشتغل، والفرصه لما تجيلك هتجيلك وانت تعبان وانت تعبان واجتهدت بس، لكن ما فيش حد بياخد حاجه على الجاهز. لكن حتة ان انا عشان انا شاب باخد فرصة من غير علم لا انا رافضها جدا طبعا، لازم تبقى انت عندك النوهاو بتاع الشغلانة انت بتشتغلها، بقى انا بكلم على اي شغلانة، وتواصل وتجتهد عشان تحقق طموحك، هو ده القصة كلها. لكن هي مش بشكل عام، المدربين الكبار احنا بنتعلم منهم مدربين كويسين جدا وتعلمنا منهم، المدربين اللي لازم يبقى لهم تقدير كبير جدا، في مدربين كبار لغاية دلوقتي احنا بنتعلم منهم ولغايه دلوقتي متطورين، وفي مدربين صغيرين مش صغيرين، يعني انا عندي مثلا 47 سنه 48 سنه، مش صغير يعني قوي يعني لدرجه ان انا مش عندي 30 سنه ولا 25 سنه، لا يعني تقدر تشتغل ويبقى في تنافس في البتاع، بس من خلال ارضيه. ايه هي الارضيه؟ الارضيه مش انت تقول شباب بشكل عام الناس كبيرة لا تبطل تدريب، لا خالص، ده موجود وده موجود، واللي يجتهد اكتر هو اللي يوصل. لكن المدربين الكبار ممكن لنا كل التقدير، كلهم ناس محترمة واحنا تعلمنا منهم كتير لدرجة ان انت عمرك ما توصل لما تتعلم من حد. اخيرا عايز اخد رأي حضرتك في التحكيم المصري وعايز تقييم للحكم المصري. حكم المصري كويس جدا برضو، الفار كل التحكيم بره بيحصل فيه اخطاء، ده عادي وارد، وبتيجي الاخطاء دي على حساب مدير فني ممكن يمشي، بس انا بقول لك اهو يعني العنصر الاساسي لازم نحافظ عليه لان هو من العناصر اللي بتنجح الكوره في مصر، وفي نفس الوقت حته الفار عامل مساعد جدا للحكم المصري ان هو يطور من ادائه، فاحنا سبورت للتحكيم لان التحكيم ده عنصر اساسي. كابتن احمد سامي المدير الفني لنادي سموحه، انا بشكرك شكرا جزيلا وبتمنى لحضرتك التوفيق خلال الفتره القادمه. الله يخليك، متشكر جدا.